حسم برشلونه كلاسيكو الارض امام ريال مدريد او بمعنى ادق حسم لقب الدوري الاسباني. برشلونه قدر النهارده يكسب ريال مدريد في اللحظات الاخيره 2-1 علشان ينهي على اخر امال الفريق الملكي في المنافسه على لقب الليجا. برشلونه بفوزه النهارده رفع الفارق بينه وبين الريال 12 نقطه علشان يكون حسم تقريبا لقب الليجا. مباراه كانت مثيره جدا تقدم فيها الريال بهدف اروخو في مرماه ورد برشلونه بهدفي سيرجيو روبرتو وكيسي ما بقاش فاضل للريال غير دوري الابطال ودي بالتخصص هيفضل مرشحها الاول يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم عشرة اللحظات المثيره دي اللحظات الصعبه دي الواحد ما بيحبش يطلع بعدها على الهوا على طول زي حالتنا بيحبوا الريال اللي بيشجعوا الريال انا خدت الضربه بجد في وشي وطلعت على الهوا على طول. النهارده ريال مدريد خسر من برشلونه 2 واحد منذ لحظات بسيطه انتهت المباراه. منذ لحظات بسيطه قتلنا كيسي. سجل هدف الفوز لبرشلونه في الدقيقه 93 عشان يخلص على الريال. خلص على الريال. النهارده أروح سجل الهدف الاول لريال مدريد بخطا في مرماه. فينيسيوس عمل الكرة حولها براسه في مرمى تيرشتيجن بعد كده سيرجيو روبرتو سجل هدف برشلونه في الدقيقه 45 قبل نهايه الشوط الاول مباشره بعد كده فرانك سجل الهدف الثاني وهدف الفوز لبرشلونه في الدقيقه 92 قبلها على طول كان في هدف لاسينسيو هو هدف الفوز لريال مدريد الغاه الحكم بعد اللجوء للفار والكره احتسبت تسلل الوضع الحالي في الدوري الاسباني خلص من الاخر يعني خلص رقميا لسه في مباريات وعلى المباريات ممكن ريال مدريد يعوض بس عمليا لا خلص برشلونة فارق 12 نقطه دلوقتي على ريال مدريد فارق صعب وانا متاكد ان انشيلوتي بعد المباراه هيقول ان الدوري خلص متاكد يعني هو نفسه هيعترف بده وما بقاش فاضل لنا يا اولاد الحلال غير دوري ابطال اوروبا هو بالتخصص ريال مدريد يبقى مرشح اول. الحاله بالنسبه لريال مدريد الموسم ده مش حلوه قوي. اه أو صحيح فيها كاس عالم انديه بس برضه مش حلوه قوي. الدوري راح مع اللي راحوا ولسه دوري الابطال. اظن اظن يعني ان ريال مدريد مش هياخد دوري الابطال. بس هيفضل ريال مدريد بطولته المفضله. يتحول في دوري الابطال يتحول للاحسن يعني والله اعلم النهارده برشلونه يعني خلاص يعني في اللحظه لانشيلوتي نازل رودريجو اسينسو والامور بدات تتحسن هوبا خطفك بجول هوبا خطفك بجول خلصت الحكايه مبروك لجماهير برشلونه من القلب مبروك الدوري الاسباني وفرحان بصراحة لتجربة شافي يعني فرحان حبا للكورة يعني مش حبا في برشلونة فرحان لتجربة شافي مع برشلونة ان يبقوا يبقى فيها فيه لقب مهم زي لقب الدوري الاسباني شافي هرنانديز واحد من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ الكورة تجربة تدريبية بقى لها حوالي ثلاث سنين بس يبدو كده انه هيبقى واحد من احسن المدربين في العالم ماشي انبسطوا جماهير برشلونه انبسطوا وفرحوا جماهير ريال مدريد معلش اللي فات كان حلو الحاضر مش حلو المستقبل ان شاء الله يبقى عظيم النهارده في بطوله الكونفدراليه الافريقيه كان عندنا امال كبيره هقول لكم بس النتائج وبعد كده احكي لكم التفاصيل يعني فيوتشر النهارده كسب اسكوكارا 3-0 في القاهره والامور كانت ميسره وسهله وفريق اضعف فريق في المجموعه، علي الفيل سجل الهدف الاول في الدقيقه 41 وبعد كده مهند لاشين سجل الهدف الثاني في الدقيقه 72، احمد عاطف سجل الهدف الثالث في الدقيقه 87، ماشي ده فيوتشر. بيراميدز في المغرب قدام الجيش الملكي عمل مباراه الى حد كبير محترمه ولكنه خسر في النهايه 1-0، احمد حمودان سجل هدف الجيش الملكي في الدقيقة 61 بخطأ ساذج جدا من دفاع بيراميدز وحارس مرماهم أحمد الشناوي، ساذج لخبطة بدون داعي بدون داعي النتيجة دي والنتيجة دي نتيجة فيوتشر واسكوكارا ونتيجة بيراميدز والجيش الملكي تقول لنا إيه؟ تقول لنا إن الجيش الملكي ضمن رسميا الصعود إلى الدورة القادم وتبقى فيوتشر وبيراميدز بطاقة واحدة يتنافسان عليها في آخر مباراة بينهما بينهما طيب نشوف الوضع في المجموعة وبعد كده نقول السيناريوهات اللي ممكن تحصل عشان فيوتشر يصعد أو بيراميدز يصعد. الجيش الملكي في الصدارة ب 10 نقاط وضمن الصعود وكده كده عنده اسكوكارة آخر مباراة غالبا يعني ضمن الصعود كمان متصدر ب 13 نقطة. بيراميدز في المركز الثاني بثماني نقاط، فيوتشر في المركز السادس بثماني نقاط، واسكوكارا بنقطة واحدة. المباراة القادمة هتبقى بيراميدز وفيوتشر، والاثنين عندهم ثمان نقط. طيب، الموقف. السيناريو. ايه اللي هيحصل؟ تعالوا أقول لكم. سيناريوهات تأهل بيراميدز أو فيوتشر من مجموعات الكونفدرالية. تعالوا نشوف. زي ما قلت لكم الجيش الملكي المغربي ضمن تاهله من المجموعه في الكونفدراليه بينما يتواجه بيراميدز وفيوتشر لحسم بطاقه التاهل الثانيه على ملعب الدفاع الجوي الخاص ببيراميدز مباراه الذهاب بين بيراميدز وفيوتشر انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق بالتالي فان فوز اي فريق سيصعد به الى الدور القادم مباشره يعني اللي هيكسب يصعد مفهومه دي سهله تبعد. التعادل السلبي يكفي بيراميدز من اجل التاهل الى الدور القادم في الكونفدراليه بسبب افضليه الهدف خارج الديار في المواجهات المباشره والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ايضا يتاهل بيراميدز بفضل تسجيل اهداف اكثر يعني خد بالك لو تعادله ايجابي واحد واحد ايضا هنا هيتم الاحتكام مش للمواجهات المباشره عشان المواجهات المباشره هيتساووا فيها هيتم الاحتكام لفارق الاهداف بيراميدز ايضا لديه الافضليه في فارق الاهداف اللي بعده أما التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق سيكون في مصلحة فيوتشر بسبب أفضلية الهدف خارج الأرض طيب. الوضع ببساطة إيه؟ فيوتشر بيراميدز اللي هيكسب يصعد سهلة دي طيب اتعادلوا صفر صفر يصعد بيراميدز طيب لو لو التعادل كان الايجابي واحد 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 يصعد بيراميدز رغم انه كده المواجهات المباشره هتبقى واحده بس بيراميدز هنا سيتم الاحتكام لفرق الاهداف فبيراميدز عنده اهداف اكتر او فرق اهداف اكتر تعادل 2 2 يصعد فيوتشر تعادل 3 3 يصعد فيوتشر اي تعادل بقى اكبر من 1 1 يصعد فيوتشر والفوز لاي طرف من الطرفين يصعده طبعا بطبيعه الحال كان نفسي الاثنين يصعدوا بس خلاص لو كان النهارده بيراميدز كسب الجيش الملكي وفيوتشر كسب بيراميدز في المباراه الاخيره كانوا الاثنين صعدوا. ده السيناريو الوحيد اللي كان ممكن يصعد الفرقتين وده ما حصلش. فخلاص احنا قدام فريق مصري هيودع هذه البطوله وفريق مصري هيصعد عن مجموعته في هذه البطوله الكونفدراليه الافريقيه. كل التوفيق للفريقين ان شاء الله. النهارده في كاس الرابطه مواجهة كانت مش كبيرة مش عظيمة فنيا بين حرس الحدود والمكون العربي انتهت وقتها الاصلي بالتعادل السلبي دون اهداف وفاز حرس الحدود في النهاية بضربات الترجيح 6-5 حرس الحدود ما زال يعاني في الدوري المقاولون ماشي بشكل جيد في الدوري ولكن في كأس الرابطة قدر حرس الحدود يصعد وأقصى المكونون من هذا الدور في هذه البطولة دي ضربات ترجيح امام حضراتكم حرس الحدود كان محتاج مع شغل الكابتن احمد ايوب بصراحه عامل معاهم شغل محترم جدا كان محتاج يعني يكمل في البطولة وبشكل جيد عشان حظه وحش جدا في الدوري حرس الحدود بيواجه سوء حظ كبير في الدوري وان كان بصراحه يعني المكون العرب مع الكابتن شاوي غريب والجهاز المعاون عاملين موسم ولا اروع في الدوري ولا اروع بالمقارنه بامكانيات الفريق بامكانيات الفرق الاخرى انا كل عرب عامل اداء مميز جدا هذا الموسم في الدوري بطولة كاس الرابطة فرصة للفرق اللي بين قوسين يعني فرق أصغر من أو بلاش صغيرة ممكن نقول فرق مش فرق بطولات إنها تنافس على بطولة فرصة كبيرة ليهم يعني خاصة الأهلي والزمالك والفرق الكبيرة ما بتهتمش قوي بالمنافسه على هذه البطوله اكتر من انها تكون استعداد لبطولات اخرى لكن الفرق الاكثر او اقل قوه هي الفرق اللي بتبقى عايزه تنافس على هذه البطوله ضربات ترجيح امام حضراتكم كان فيها نداية كبيرة بصراحة كان فيها ندية كبيرة طيب مين ضايع بقى في الآخر هنشوفها مم مم حرس اهي ضاعت <applause> طب مين ضايع دي يا جماعه عشان الكاميرا ما جاتش عليه لو قدرنا نقول اه وفاز حراس الحدود في النهايه طيب مبروك لفريق حرس الحدود فوزه على المكون العرب والصعود في كاس الرابطه طيب يوسف الجوري هو اللي كان ضيع لفريق المكونون العرب طيب نروح لاخبارنا النهارده ومارس الكره المدير الفني لنادي الاهلي ابلغ الكابتن محمود الخطيب الخطيب ولجنه التخطيط خلال جلسته معاهم انه مش عايز خمس لاعبين في الفريق نهايه الموسم مين بقى الخمس لاعبين دول هقول لكم ثلاثه منهم ثلاثه منهم هم شادي حسين ايمن اشرف برونو سافيو وقال لكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط ان هو متمسك براحلهم في نهايه الموسم وده واضح يعني انهم لا يعتمد على الثلاثي باستثناء يعني شادي حسين ممكن يعني ياخد على فترات لكن ايمن اشرف ما شفناهوش تقريبا مع مارسيل كورر خالص سافيو كان بداياته مع مارسيل كورر كان بيلعب اساسي في اكتر من مباراه بعد كده اختفى تماما طيب مارسيل كورر كمان خلال جلسته مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط آه قال لهم واكد لهم انه ما طلبش ضم حارس مرمى جديد للفريق في الفتره الاخيره او الحاليه وانه واثق من قدرات الثلاثي الموجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ده وسط انباء كثيره جدا ان مارسيل كولر طلب من الاهلي ضم حارس جديد هو نفى في جلسته مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط انه عايز حارس مرمى ايضا في هذه الجلسه مارسيل كولر مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط طلب منهم سرعه تجديد عقد حسين الشحات عشان عقده هينتهي بنهايه الموسم الجاري مرس كولا قال لهم ان مستوى اللاعب في الفتره الحاليه يؤهله للتجديد مع النادي الاهلي وده لازم يكون في اسرع وقت ممكن علشان يكون حافز ليه اكبر في التالق الاتجاه الاكبر تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الاهلي هيكون بعد مباراه الهلال السوداني وحسم بطاقه التاهل للدور الثاني من بطوله افريقيا ان شاء الله. طيب ده عن النادي الاهلي. اما عن نادي الزمالك فماذا يدور داخل نادي الزمالك بعد الخروج الافريقي كلام كتير واخبار كثيره النهارده جمعنا لكم كل الكواليس الممكنه. تعالوا نشوف. اولا كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الأحد من أجل توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جوزفالدو فريرا والاستقرار على خليفته إلا أن الجلسة تم تأجيلها للغد مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على رحيل الجهاز الفني بالكامل بما فيه فريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي علما بأن الكابتن أسامة نبيه تقدم باستقالته للمجلس صباح الأحد من نفسه يعني اداره نادي الزمالك استقرت على الاستعانه بالمدرب خالد جلال في منصب المدير الفني خلفا لفريره مع انتداب جهاز فني جديد بالكامل الا ان هذه الفكره يرفضها امير مرتضى منصور المشرف على الكره بالنادي حيث لا يميل لتعيين خالد جلال مديرا فنيا مجلس اداره الزمالك استقر على وجود مدحت عبد الهادي ومحمد صبري كمساعدين مع خالد جلال واختيار مدرب حراس جديد وحال فشل المجلس في اختيار مدرب حراس جديد يستمر ايمن طاهر المدرب الحالي في منصبه. امير مرتضى وضع ثلاث خيارات امام مجلس الاداره لتشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك ليس من بينهم خالد جلال حيث يتمثل الخيار الاول في وجود احمد حسام ميدو مديرا فنيا بشكل مؤقت لنهايه الموسم بينما الخيار الثاني هو استخدام مدرب اجنبي يقود الفريق من اجل الاستعداد الموسم الجديد اما الخيار الثالث والاخير هو الابقاء على فيريرا بوجود مساعدين اجانب ومصري وحيد لو انت لو انت لو انت عايز رايي لو انت عايز رايي يعني فريرة مش كارثي فريرة مدرب كبير ومدرب محترم اعتقد ما حدث في الزمالك خلال المباريات الاخيره الايام الاخيره الشهور الاخيره لا يتحمله وحده فريره في جزء في قرارات إدارية في جزء في قرارات فنية في يعني في جزء في قرارات اللاعبين أو إمكانيات اللاعبين أو رغبة اللاعبين وحماسهم وروحهم فالتلاتة مشتركين المنظومة بالكامل يعني الاستغناء عن فريرة لوحده ما يحلش مشاكل ما يحلش مشاكل ده في حاجات كتيرة قوي محتاجة تتحل ومحتاجة الزمالك يقعد عليها ويركز لو سألتني أقول لك لو أنت ضامن أن فريرة مستقر نفسيا وفنيا في نادي الزمالك مستقر يعني ايه مستقر يعني هو عايز يكمل مع نادي الزمالك يعني هو عايز يدي النادي الزمالك يعني هو عايز يصحح الاوضاع في نادي الزمالك يبقى يقعد فريره لو انت بقى من جوه شايف ان فريره بيقضي وقت لا يمشي لا يمشي عشان احنا كده في نادي الزمالك تقدرش تستغل امكانياته فيمشي ببساطة يعني لكن لو هو في حالة جيدة وعايز يكمل مع نادي الزمالك وعايز يدي نادي الزمالك فهو يبقى مدرب كبير مع كل الأخطاء بتاعة الفترة الأخيرة يبقى مدرب كبير وممكن يصلح الوضع طيب النهاردة زي ما قلت لكم حرس الحدود الفوز اللي عمله النهاردة عن مكون العرب بضربات الترجيح هو مكافأة للفريق ده ومكافأة للجهاز الفني اللي تعبانين طوال الموسم أنا مراقبهم يعني شايفهم كويس بيواجهوا سوء حظ في كثير من المباريات لكن هو فريق محترم وجهاز فني محترم احقاقا للحق يعني معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود يا كابتن احمد الف مليون مبروك كابتن كريم تحياتي ليك وفي البدايه كل سنه وانت طيب وانت طيب وبخير وكل مشاهدينك ومستمعينك بخير يا رب ايام بارك علينا ان شاء الله يا رب الف مليون مبروك النهارده الفوز على المكون العرب طبعا الحمد لله يمكن فوز مهم م. ولكن في البطولة برضو مهمة فرق الدوري كلها عندها أهداف مختلفة في البطولة دي اللي عاوز يريح ويدرب لعيبة واللي عاوز ينافس على البطولة كل واحد عنده أهداف أكيد في البطولة كل نادي حسب قدراته وإمكانياته وطموحه <applause> يمكن احنا بالنسبة لنا يمكن الدوري العام مهم جدا نظرا لترتيبنا في الجدول وظروفنا وسوء الحظ اللي لقيناه الفترة الأخيرة الو اتفضل كابتن احمد سامعك اتفضل يمكن سوء الحظ اللي بيقابلنا الفترة الأخيرة و... وعدم التوفيق في في الدوري أه خلى موقفنا صعب جدا ولكن يعني كلنا أمل وثقة إن إحنا إن شاء الله ربنا يكرمنا يمكن لما كلمت مع لعيب عن أهدافنا في البطولة قلنا هناخد كل مرحلة يعني كل مباراة على حتة أه يمكن مباراة المقاولين بالنسبة لنا مكسب مهم أه مكسب يدينا ثقة لل... لل... للفترة الجاية روح معنوية كبيرة تسعى للأمام يمكن ما كسبناش بقى فتره طويله فمكتب معنوي بالنسبه لنا اكثر من اي حاجه. انا النهارده بشكر اللعيبه كلهم لان كان عندهم يعني تركيز وتصميم واعتقد ان حتى فنيا كنا كويسين النهارده يمكن نسبه اللي بتاعتنا النهارده 68% فنسبه كبيره بتلاقي فرقه كبيره بحجم المقاولين عندها جهاز فني على اعلى مستوى بتلعب على ملعبهم بيلعبوا بالفول تيم النهارده بتاعهم تخرجهم من البطوله اعتقد ده شيء ايجابي بالنسبه لنا ولكن هنبني عليه الفتره الجايه لان الاهم بالنسبه لنا زي ما قلت لي في كريم الدوري العام طبعا. بالتاكيد من كام يوم اول امبارح تحديدا قريت اخبار اخرى عن تجادل مفاوضات النادي الاهلي لضم زيكو، هل الكلام ده له اي اساس من الصحه دلوقتي واحنا في وسط الموسم ولا مفيش اصلا كلام؟ لا يعني انا يعني محدش اتكلم معايا في, 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 في يعني بخصوص الموضوع ده ولكن يمكن كان في مناوشات كده في بين الدورين من اكتر من من نادي لا ترتقي لاي حاجه رسميه لكن هو الولد خامه كويسه ولا يلعب في اي نادي كبير لانه لسه صغير وعنده قدرات كويسه ومحتاج فرقه كبيره تساعده يعني اه هو ظهر معانا بشكل كويس ولكن ده برضه مجهود وتعب زمايله معاه واعتقد يعني أول رسالة ممكن نادي 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 تاني وممكن يكون نادي كبير بشكل كبير إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله طب كابتن أحمد بالتأكيد عايز استغل الفرصة إن أنت موجود معايا وأسألك عن مواجهة كبيرة وتجدد آمال للنادي الأهلي أمام الهلال السوداني كيف ترى هذه المواجهة؟ أه تمام النادي الأهلي يعني قولاً واحداً في الدور الثاني خلاص قولاً واحداً أه طبعاً النادي الأهلي بيحب البطولة دي يمكن آه، تعثر في البدايه آه، خلاص الفرصه رجعت له وايده فاعتقد ان هو استحاله يهدرها تاني. يعني. ان شاء الله الكابتن الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود انا بشكرك شكرا جزيلا شكراً على هذه المداخله وبهنيك كمان سعود اليوم حرس الحدود على حساب فريق المقرون العرب في كاس الرابطه احنا لسه مكملين مع حضراتكم يوم النهارده في كلام كتير عن الكره النسائيه تطور الكره النسائيه في مصر تطور ملحوظ جدا وسريع جدا بصراحه يعني احقاقا للحق كل القائمين على ده اهتمام الدوله المصريه بشكل عام اهتمام اتحاد الكوره كمان عشان نتكلم احقاقا للحق اهتمام نفسهم العنصر النسائي بكره القدم زاد جدا في مصر الامور ماشيه بشكل تصاعدي رائع جدا، هيكون معايا بعد الفاصل كابتن اميره يوسف مدير قطاع الكره النسائيه بالنادي الاهلي، خليكم معايا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، التطور في قطاع الكره النسائيه في مصر واضح ملحوظ وكمان في تصاعد كبير وسريع جدا، بشكل واضح يعني، وعشان كده احنا هنا في رقم 10 مهتمين جدا بفكره متابعة ما يحدث في الكرة النسائية. أنا معايا النهاردة ضيف ضيفة المرة دي عزيزة وهي مديرة قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، بس اقول لكم لما طلبت من من زملائي في الإعداد إن إحنا تكون ضيفة آه تنورنا في هذا البرنامج، لما كنت بقرا الأسماء بتاعت المدربين اللي راحوا ياخدوا الرخصة إيه في اتحاد الكرة، فلقيت عنصر نسائي. قلت لهم لا ده أكيد واحدة متطورة جدًا. انها تفكر تروح تاخد الرخصه دي وهي عنصر نسائي بين المدربين الرجال فدي حاجه اكيد تطور عظيم جدا وحاجه تتلاحظ وتبقى واضحه جدا عشان كده يشرفني ونورني في هذه الفقره يكون معايا كابتن اميره يوسف مديره قطاع الناشئين او كرة النسائيه بالنادي الاهلي يا فندم مشرفه ومنوره سعيد جدا بتواجدي معايا اهلا وسهلا بيك ومبسوطه جدا ان انا موجوده في في قناه مصريه اصيله تربينا عليها طبعاً بصراحه طبعا آه فدي ده شرف ليا طبعا ده شرف كبير لينا نعم. الله يخليك قبل ما اروح لقطاع الاكاديميات او قطاع الكره النسائيه في النادي الاهلي ليه فكرت تاخدي الرخصه ايه؟ ازاي روحتي خدتي الرخصه ايه؟ <applause> ايه اللي حصل عشان تاخدي الرخصه ايه؟ هي بالنسبه لي ممكن تبقى مفاجاه للمتابعين اعلاميا زي حالتنا بس آه فرحت وانبسطت يعني <سؤال> هي الموضوع كله ان احنا الرخص مبدئيا بقى لها سبع سنين مش موجوده عندنا متوقفه. فكان من ساعة ما اخذت الدورة اللي هي البي كان من من 11 سنة بالظبط فجاب رهيب جدا جدا واوريدي احنا يعني أي أي حد مثلا عايز يتطور بيشتغل على نفسه فترة كبيرة. <سؤال> كل السورسز في الحته الفنيه بناخدها من حاجات بقى على الانترنت ندخل على موقع الفيفا ندخل مش عارفه ايه فما كانش فيه حاجه فبصراحه لما صدقنا معايا كابتن برده مرهان يحيى معايا في في, في الدوره قدمنا فيها فطبعا دكتور جمال والطبيعي دكتور دينا الرفاعي سبورتد جدا الجزء ده وصممت ان يكون في كمان عنصر نسائي موجود في اول رخصه خصوصا ان احنا الحمد لله موجودين في اماكن كويسه يعني هايل في الفتره اللي كان فيها توقف في دورات الرخص ايه هل فكرتي مره تروحي تقولي مثلا ايه طب انا هسافر بره اخدها من مكان هتحرك انا اللي هجتهد انا بقى من نفسي ادام ما فيش في بعض المدربين الرجال مم. عملوا كده فكرتي حاولتي بصراحة لأ أوه. لأنه أنا كان هدفي يعني غير الرخص هدفي في حاجة اتشيفمنت عايزة أحققه هنا في مصر الأول قبل ما أطلع بره لأي سبب من الأسباب حي. فعلشان كده بصراحة ما فكرتش يعني حبيت إن أنا أخليني <applause> هنا طيب. أفضل أنت بتتكلمي على 11 سنة 11 سنة ما م. بين بي وما بين إيه, إيه. هل ده برضو اللي ما شجعكيش مثلا تروحي تاخدي الرخصة في إيه في أي حتة كان غياب في التطوير في الكرة النسائية في مصر؟ قطاع الكره النسائيه لا هو الغياب بس قعد فتره فتره ما بين دكتور سحر الهواري وما بين دكتور دينا الرفاعي حاليا بسبب آه طبعا مجلس اداره بتتغير آه كورونا آه طبعا لو مجلس اداره جديد او مؤقت آه بيشوف الاول المشاكل آه طبيعي يعني بيشوف اولوياته في الاول فالكره النسائيه يعتبر في يعني لسه ما كانتش واخده الحيز التام خصوصا إن كان فيه لجنة ثلاثية فلما بيجي طبعا مجلس إدارة مختار ومنتخب وبيبقى فيه عنصر نسائي بيبقى موجود في المجلس وبيمثله حاليا دكتور دينا الرفاعي فأكيد بتبقى الاهتمام بيكون أفضل م. فهي بصراحة مجهوداتها الفترة الأخيرة عملت تطور م. كبير حركت الموضوع زي ما كان الدكتور سحر شغاله لا يعني الموضوع اتحرك بشكل افضل يعني يعني في 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 حركه المنتخبات بدات تتجمع الريد بتاعنا كان بدا ينزل ابتدى دلوقتي يعني يرفع واحده واحده طيب. لقينا في في دوره في سوري بطوله جديده اتعملت اللي هي 2005 دي آه ما كانتش موجوده يعني في 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 تحركات كويسه جدا في تحركات واضحه انا انا بالزبط. حقيقي بالزبط. فعلا حاجه تدعو للسعاده يعني بالزبط. احيانا دايما اكلمك بصراحه كنا نسمع عن ان في كره نسائيه في مصر <مم> في قطاع للكره النسائيه في مصر وفي عضو في مجلس اداره اتحاد الكره ممثل عن الكره النسائيه <مم> دايما نسمع الكلام ده <مم> بس فين بقى منتخبات مصر الكره النسائيه فين دوري قوي للكره <مم> النسائيه كل ده تقريبا ما كانش موجود دلوقتي <مم> حتى وأنتي موجوده معايا النهارده انا كمان مبسوط ان نادي زي النادي الاهلي يهتم بكره القدم النسائيه لما النادي الاهلي يهتم بكره القدم النسائيه النادي الاهلي هو <applause> <وأقع> اعلى <applause> حاجه هتلاقي مصر كلها تهتم بالكره النسائيه كل الفرق والانديه في مصر تهتم بكره <applause> القدم النسائيه ازاي بقى انا عارف ان انت من الدقيقه الاولى من اللحظه الاولى مع النادي الاهلي اه دي حقيقة. بتعملوا منظومه كره القدم <applause> النسائيه ازاي بدات وازاي الفكره بدات وواقفين فين دلوقتي هي الفكره بدات من سنتين طبعا هي هو توجه من مجلس الاداره جوه النادي الاهلي ان هم بصدد ان هم ياسسوا كره فتواصل معايا كابتن زكريا ناصف وعلى اساس انه نشوف الوضع هيكون هنشتغل ازاي هنبتدي ازاي خصوصا زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي محتاجين ان هو يبتدي بدايه قويه, ولازم ناسس يعني ما تاخرش اكتر من كده بالظبط يعني لو الاهلي كان تاخر وهو الحق تاخر مم. بس ادام بدا يبقى يبدا قوي جدا بالظبط آه. فاشتغلنا على بلان كده بلان دي حوالي 3 اربع سنين آه. فات منهم اهو يعني سنتين آه ف يعني الفكره كلها ان احنا كنا محتاجين ناسس الاول اكاديميات وبعد كده نبتدي نكون الفرق فطبعا كابتن شطه هو طبعا المسؤول عن الاكاديميات في النادي الاهلي هو حاليا مع الملف اللي هو بتاع الفرق بقى م. يعني جهزت له الملف اللي هو الباقي من البلان اللي احنا حاطينها وعرضت عليه كل الحلول والافكار ان احنا ازاي نكون بقى فريق بعد ما احنا اشتغلنا على الاكاديميات وطلعنا منها عناصر كويسه اه يعني انتوا اشتغلتوا عشان انا بس عايز اوضح تدريجي أوه. انا عايز اوضح النقطه دي الاكاديميات مفهوم ان هي لها اهداف ربحيه يعني م -م -م. بس أنتوا بداتوا اكاديميات في الاساس عشان تجمعوا بنات وتبدأوا بعد كده بيها تعملوا فرقه أو. بالظبط بالظبط يعني لازم لازم ابلغ يعني اعمل اناونس كده للناس ان احنا م -م. عندنا كره نسائيه في الاول صح بلس ان مش موضوع ربحي على قد ما هو موضوع انتشار ان انا اقدر ان انا اسلكت منه عناصر كويسه واكيد في مواهب كويسه اشتغلنا عليها بقالنا يعني من السنة اللي فاتت للسنة دي في مواهب كتير جدا ظهرت آه مستواها اتطور آه هيبقى عندنا اللي هو زي ستوك كده وممكن آه نزود عليه بقى حاجات بسيطة من بره طيب قبل ما اوصل امتى هنكون فريق بقى فريق بس مم. ممكن ينافس مم. يعني انتوا بتشتغلوا في الاكاديميات على مراحل عمرية من كام لكام؟ يعني احنا بنشتغل على اربع سنين في البداية اتكلمنا آه في الاول ان احنا نوقفها لغاية 2004 مم. فبلغتهم في النادي ان الكره النسائيه وضعها مختلف شويه. مم. البنات ممكن في سن كبير بتبقى حابه ان هي تشترك وفي ناس آه بيبقوا موهوبين بس ما جالهمش فرصه الدراسه في حاجه في الاهل وتفر ايه بس في الاخر بي بيشتركوا هي. او بيبقوا عايزين يمارسوا فعشان كده انا فتحت آه العمر. هي. اه من اربعه للي عنده استعداد. بالظبط. طيب في المراحل دي انت قلت لي اربع سنين، اربع سنين ده سن صغير قوي. لا هو البداية اي اكاديميه اذا كان ولاد او بنات آه الاربع سنين انا شايفها مناسب آه على الاقل للادراك. نو نو البنت وهي صغيره كده تبدا تحب الكوره يعني متأسسة يعني بالظبط تتاسس فحضرتك تخيل مثلا لو اشتغلت على بنت عادي من اربع سنين آه لا يعني آه لو آه تكلم 10 سنين 12 مم سنه 13 سنه لو اشتغلت عليها سنتين ثلاثه هتوصل لفين؟ صح طيب لو لو اشتغلت على بنت من اربع وهي عندها اربع سنين م. لغايه ما توصل لمرحله منافسات م. حركة متخيل هتوصل لفين صح. فانت بتاسس آه حاجه هي بقت يعني هي آه هي كانت قليله م. فدلوقتي الوعي بدا يزيد يعني م. انا عندي فرق كيدز دلوقتي يعني اعمار صغيره اربع وخمس وست وسبع سنين لغايه عشر سنين صح. فرق كتير يعني بنات كتير طيب انا مثلا أنا بقى أحب بنتي تلعب كرة قدم مم. بس أنا أنا اللي مهتم هي ممكن ما تكونش في دماغها قوي تلعب كرة قدم مم. عندها رياضات أخرى مم. دلوقتي الناس اللي بيجوا لك أو البنات الصغيرة اللي بتجي هي رغبتهم إن هم يلعبوا كرة قدم ولا بيبقى أولياء الأمور هم اللي عايزين بناتهم يلعبوا كرة قدم عشان دي نقطة فيه فيه هتفرق في الثقافة والتاريخ هو 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 في كل حاجة بصراحة آه يعني الأكتر إيه؟ الأكتر هم اللي عايزين يلعبوا البنات البنات هايل آه أكتر اه اه اه, آه. وفي آه ناس بيدخلوا بناتهم أنه آه فتنس و و بس بصراحة مش, مش أغلب الناس آه بيبقوا عايزين يدخلوا آه بناتهم أن هم عايزينهم يلعبوا كورة لا بيبقى الأغلب يعني تسعة وتسعين في المية البنت هي اللي عايزة اه اللي هي عايز تلعب كوره اه مش اللي هي داخله تلعب اي رياضه لا لا لا, لا, يعني لا مش مجرد رياضه دول كلها بقى قوي يعني قليلين جدا اه رياضه عشان بالضبط زي ما وبيدخلوا بقى انه اصحابهم ولعبه جماعيه مش لعبه فرديه فبيبقى فيها تغيرات كتير فهم بينبسطوا بيها بس فلكن اللي بتبقى عايزه تلعب هي دي الاساس عايز اقول حاجه كمان للساده المشاهدين يعني عشان سالتك عليها قبل الهوا بس سالالي <applause> على <كمان لو> عشان <applause> المشاهدين مهتمين بيها جدا اه <applause> البنات اللي بتبقى موجوده في اكاديميه النادي الاهلي مش شرط يكونوا بنات من اعضاء النادي لا النادي لا لا يعني اي حد ممكن يروح لاكاديميه النادي الاهلي ويلعب في النادي الاهلي بالظبط 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 هو قطاع الاكاديميات اصلا في الكوره في كره القدم بشكل عام, آه عام آه من جوه الاعضاء وخارج الاعضاء ممتاز جدا دي ممكن تبقى النقطه الناس كلها فاهمها بس آه 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 اللي عاملين يعني لكن اللي الساده المشاهدين ممكن يبقاش عارفين ممكن فعلا ما آه يبقوش عارفين النقطه دي طيب النادي الاهلي امتى بقى يبقى ليه فريق موجود في الدوري دوري كره القدم النسائيه طبعا احنا خلاص يعني هانت قوي اه هو الملف خلاص مع مع شركه الكوره حاليا اه بيدرسوا بعد طبعا ما عملنا اشتغلنا على كل البلان من اولها لاخرها كان ناقص بس جزئيه الفرق دي الحمد لله تقدمت اه اه خلاص مستنين بس الضوء الاخضر ونبتدي ننطلق بقى ان شاء الله من مجلس الاداره من مجلس الاداره والشركه اه شركه الكوره اه وتبقوا جاهزين ونبقى جاهزين خلاص نبتدي آه. نشتغل على النقطه دي نبقى موجودين السيزون ده يعني أي. السنه الجايه يعني. انت واحده رحتي عملتي رخصه ايه مدربه هل في بنات شايفاهم بوتنشال ان هم ممكن يبقوا مدربات ممكن يبداوا ياخدوا رخص ممكن يبقوا شغالين عشان برضو شايف انه قطاع المدربات في مصر قليل مش كبير. هو لا هو هو يبان للناس ان هو قليل بس هو كتير. كتير. لكن هو بس توقف الرخص الفتره الاخيره حضرتك بتتكلم في سبع سنين. طبعا. فممكن اللي بدات تشتغل في التدريب بقى لها سنه اثنين ثلاثه اربعه. اه. كل ده مش موجود يعني اخر اقصى حاجه ممكن تعملها ان هي تاخد الدوره الاساسيه بتاعه النقابه لكن غير كده لا مش موجود بس لا في كتير جدا 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 آه محتاجين ده ومش لاقيين فعلشان كده في حصل حصل حاجه مهمه جدا جدا حابه انوه عنها آه الاتحاد الافريقي آه عمل حاجه كويسه جدا مع الاتحاد المصري ب فدكتور دينا رفاع اعلنت ان في دوره متخصصه للبنات فقط هيختاروا 30 بنت 30 مدربه ان هي تكون في يعني الرخصه سي تبقى مخصصه ل 30 بنت في مصر بس فدي حاجه قويه جدا 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 واول مره تحصل ايوه فطبعا انا بشكر يعني مجهود دكتور دينا وال والاتحاد يعني و... بصراحة تستحق الاشاده بصراحة. يعني عشان ابقى امين انا من الناس اللي هنا بتقعد تنتقد كثيرا اتحاد الكره والعمل اللي بيحصل في اتحاد الكره بس هي شغاله في مكانها لوحدها و... وكمان مدعمه طبعا. فدي حاجه كويسه جدا كمان لأنه حركه الاسعار دلوقتي بقت في الرخص غريبه شويه طبعا فدي حاجه كويسه بتشجع قطاع كبير من المدربات ان هي تبتدي تدخل الفيلد ده بشكل قوي يعني. انا يعني دخلت من كام يوم لما اتحاد الكرة عمل الرخصه يعني ما اعرفش ما, ما سالتش الرخصه ايه اتحاد الكرة بتتاخد بكام بس دخلت قلت بص بقى في انجلترا الرخصه دي فتحت الويب سايت قفلته على طول. ايوه خلاص. <applause> خضيت اه اقفل بسرعه مش اكمل معاك. فـ فتمام يعني. طبعاً, يعني. <applause> طبعا بتبقى غاليه في كل مكان. اه. النادي الاهلي الفتره اللي جايه زي ما قلت لي هيبقى ان شاء الله موجود فريق بس طبعا هتبقى مدربه الفريق ده ولا انا مش عارفه بقى مجلس آه. الاداره هيعمل ايه معايا <applause> الرخصه بتاعت ايه بتاعتي هي معايا هي هي الرخص مش بتتاخد بس علشان التدريب. علشان اشتغل م. في التدريب بس او او انا باخد حاجه في الاداره عشان اشتغل في الاداره بس هو طبيعي لازم اي حد في اي بوزيشن لازم يبقى ملم بكل حاجه بتحصل حواليه صح. فلازم يبقى عندنا الثقافه الكافيه آه لو انا موجوده في في, في جزء آه اداري, إداري ابقى فاهمه المدير الفني ده شغال ازاي ابقى فاهمه البلان اللي هو بيعرضه عليا كل الناس ابقى فاهمه شغلهم لان انا عندي الشق الاداري والفني مم. يعني ممتاز. اه أنا, ف... انا كنت شفت في بعض الانديه الاوروبيه مش شرط كثيره مم. وكبيره بس شفت مره او مرتين او ثلاثه عنصر نسائي هو اللي بيدرب فرقه كره قدم رجال اه انت آه. عندك استعداد اكيد عندي استعداد بس هم عندهم استعداد ايوه <applause> إيه دي <الفكرة>. يعني <applause> مش يبقى عندك مانع <applause> اه أو طبعا أوه. ما فيش اي مشكله خالص لان انا اوريدي مريت بال... بالتجربه دي بس ما كانش في فريق اول اه يعني انا كنت كان عندي قطاع كامل قبل ما اكون موجوده في الاهلي وكله اولاد ممتاز فلا اشتغلت مع 17 سنه و18 سنه لغايه يعني تحت ب 14 و12 ولا لا اشتغلت مع الاعمار كلها وكن وكان ولاد يعني انا كان شغل طول حياتي كان مع الاولاد أوه. ف ما فيش مانع طبعا هم يعني. بقى عندهم هم الثقافه الثقافه <applause> انا انا عملت اللي عليا خلاص <applause> كابتن اميره انت شرفتي ونورتي حقيقي الحوار معاكي كان ممتع جدا مرسي شكرا لذوقك شكرا شكرا جزيلا ده كابتن اميره يوسف مسؤوله عن موجوده في اكاديميات النادي الاهلي يعني مسؤوله عن اكاديميات النادي الاهلي قطاع الكره في الكره النسائيه في النادي الاهلي حاجه مشرفه وحاجه تفرح جدا لسه واخده كمان الرخصه ايه من الاتحاد المصري لكره القدم إن شاء الله يفضل التطور مستمر، بما إن التطور نتمناه مستمر فهيكون معانا بعد الفاصل عزة مجدي حارسة منتخب مصر للكرة النسائية ضيفة في هذه الفقرة، وأيضا مع كابتن إيمان حسن لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، نشوفكم بعد الفاصل خليكم معانا. يا جماعة أنا النهاردة معايا اتنين محترفات محترفات في كرة القدم النسائية، فأنا محظوظ جدا النهاردة، ما بعرفش أقعد مع اتنين محترفين رجال. النهارده قاعد مع محترفات من الكره النسائيه اثنين لاعبات في منتخب مصر معايا ايمان حسن وعزه الفولي لاعبتا منتخب مصر وايضا محترفات وهنتكلم على قصه الاحتراف دي لما نقدمهم الاول ايمان مشرفه ومنوره اهلا وسهلا اخبارك ايه؟ الحمد لله كله, كل كويس؟ كله تمام عزه مشرفه ومنوره شكرا اخبارك ايه؟ كله لله. كويس؟ طيب انا ايمان بتلعبي في الهلال السعودي عزه فولي بتلعب في بريتفورد الانجليزي يعني معايا حد معاه او بيلعب في نادي القمه في الدوري السعودي نادي الهلال ونادي في انجلترا بريدفورد فحاجه حلوه قوي بصراحه نخش على الحوار ازيك يا مان عامل ايه كله, كويس كله تمام قولي الاول انت بدات ازاي ازاي وصلت لحد الهلال طبعا حاجه كبيره جدا ان اوصل للهلال طبعا. اول ما بدات كوره بدات انا اصلا بلعب العاب كوة من وانا عندي سبع سنين بدات سن 13 سنه لعبت العاب قوه من سبع سنين ل 13 سنه لعبت كوره في سن ال 13 ابتديت انا مستغربه ازاي بنت بتلعب كوره اصلا وكده طبعا كابتن محمد عاد هو اللي اكتشفني 13 سنه دي من 9 سنين انت عندك يعني 22 سنه 22 يعني من 9 سنة. سنة سنين بالظبط كده بدات كوره بدات كوره في نادي الصحه والعبور هي. بعد كده انتقلت لمنتخب مصر تحت 17 سنه آه لعبت ساعتها تصفيات كاس عالم من ساعتها انتقلت لنادي الطيران ومن نادي الطيران رحت منتخب اول هي. من المنتخب الاول انتقلت للهلال السعودي برغم ان انا جالي عروض كتير قبليها بس حبيت ان انا ابتدي خطوه الاحتراف من باب الكبير اللي هو مكيز. طبعا نادي الهلال هيل. فساعتها كان جالي نادي في المغرب وجالي نادي في رومانيا تركيا مم. جالي مم. كذا حاجه بس الصراحه فضلت ان انا ابتدي بخطوه على الاقل جا... اول خطوه ليا اه نادي الهلال بالظبط كده جالي نادي الهلال ازاي وامتى؟ وانا عايز اعرف كمان انت بتلعب مم. في مركز ايه؟ انا مركزي بلعب اكتر من مركز آه. بلعب سيرديباك، باك باك رايت نص ملعب مم. آه الهلال جالي آه في فترة انتقال حر مم. يعني جالي كنت خلاص مسافرة للمغرب فوكيلي كريم أحمد طبعا لما جالي العرض ده والعرض ده العقدين جم في نفس الوقت هي. فطبعا فضلت الهلال زي ما قلت لك إن أنا كنت عايزة أبتدي خطوه الاحتراف من باب الكبير ممتاز. فبس عشان كده اخترت طبعا الهلال نرجع نتكلم على الهلال طيب طبعاً. حتة تانية هنا خالص بعز <applause> بيت ثلاثة على انجلترا على طول <applause> انا عارف ان انت روحت كمان للدراسه هناك في انجلترا احكي لي بس الاول بدات كره القدم ازاي ووصلت لحد ما توصلي لنادي براتفورد ازاي هو انا طول عمري كنت رياضيه يعني على طول بلعب كل حاجه فانا يعني كنت بلعب باسكت سباحه فولي هاند كل حاجه ف وانا في المدرسه برضو كنت برضو بلعب كل حاجه وبعد كده قلت يلا جرب كرة اشمعنى دي يعني قلت حل. يلا هلعبها وابتديت العبها وبتاع وبعد كده في الـ البطولات بتاعت المدارس كذا نادي جه اللي هو اكاديميز يعني جم سالوني تعالي العبي معانا وهنخليكي كويسه وبتاع وكده فروحت لعبت وانا عندي 14 سنه هم. بطلت سنه وبعد كده رجعت تاني وبعد كده لا واحده واحده 14 <applause> سنه ايوه بدأت تلعبي في المدرسه ولا كنت روحتي أكاديمية بتلعبي فيها؟ اكاديمية اه حلو وبعد كده رحت يعني بقى وانا خاص عندي دلوقتي 17 سنه عايزه العب عايزه اروح جامعه يعني ف رحت ابتدى قدمت في اعمال تشاي في انجلترا عشان كنت بدرس هناك أه ورحت كذا حته بس حسيت ان برانتفورد هو احسن حاجه بالنسبه لي لان اولا ده اسم نادي كويس طبعا وثانيا يعني انا عشان ستودنت فما ينفعش العب في درجه اولى م -م. فده كان أح احسن اوبشن بالنسبه لي انت لسه بتدرسي فمش هينفع تلعبي في الدرجه الاولى وانت بتلعبي معاهم دلوقتي انا دلوقتي في بلعب في الفيرست تيم هنا ممتاز جدا طيب ارجع عليك تاني يا استاذ ايمان كابتن ايمان كابتن كبير كمان وبعدين <تنسيق> انا انا لسه ما فرقتش عليك وانت بتلعبي بس انا ممكن اقول بالمراكز اللي انت قلتيها تمام وحد بيلعب في الاهلي وحد شبهني بيه في الاهلي يعني لو عرفت تجيبه ما مش ما جاش معايا الشبه بس قولي لي طيب مش الشبه في اللعب مين عبد المنعم محمد عبد المنعم صح طبعا انا حسيت ان انت كمان اجريسيف يعني مش اللي هي <applause> صح اه اللي هو انا هنزل اللي معاه كرة هاخدها صح, صح؟ مفيش هزار اللي فوت يموت <applause> انا قريت بسرعه <applause> صح حسيت صح طيب كسري جامد مش قوي يعني مش قوي مين مره في حد مره ضايقك في الملعب كتير طبعا اللي بيضايقوك في الملعب بيزعلوا صح <تصفيق> 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 <تصفيق بس بص انا من النوع اللي انا بعرف اعصب اللي قدامي كويس قوي يعني انا مدافعة فاللي هو لو لعب عليا حسيت ان هو ممكن أ... يرقصني كده اه تحس هو اصيع مني يعني سوري اللي هو بس أيوه في, أيوه. في الكوره اللي هو طب لا لازم أخبطك خبطه كده بقى عشان ارتاح بقيه ال 90 دقيقه فتلاقيني أوه. في اول الماتش كده بخبط خبطه في الثانيه عشان ارتاح بقيه ال 90 دقيقه وبقى بطلع احسن واحده يعني الحمد لله كده عشان كده عشان شبهوكي محمد عبد الملك اه عشان وراموس شويه اللي هو في الدخلات اه بس محمد من اللعيبه كمان اللي عندهم كوره حلوه ما هو أنا, أنا, مش انا لا اقصد انه كمان من اللعيبه بتخرج بكره حلوه يعني المدافعين بيخرجوا بكره حلوه مش بس ان هو بي بي مش اجريسيف وقوي في التدخلات اه ما هو انا مش كده آه يعني مش مش اللي هو قوه بس و... آه لا لا قوه وكوره لا أقصد في, في مدافعين كده آه ما هو في مدافعين بيبقوا قوه بس ما عندهمش كره حلوه يعني وفي مصر كبار انت بقى من محمد آه عايزة تقول لك انا مش هقدر اتكلم إيه؟ يعني خطيره <applause> انا خطيره انا برتاح يعني <applause> اه لما تبقى قدامك لما تبقى قدامك انت حارس مرمى حارس مرمى فلما تبقى قدامك انت خلاص في امان خلاص كده طيب رحت الهلال، أنا عارف إن أنتوا لعبتوا مسابقة وخدتوا مركز تاني في اللحظات الأخيرة للأسف 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 طبعًا وقبل ما نخش على الهواء قلت لي الجمهور كان زعلان قوي، يعني جدًا. الموضوع مش إن هو كرة نسائية مش مشكلة يكسبوا يخسروا. بالظبط هو نادي الهلال طبعًا ما بيقبلش بمركز تاني أو مم. رقم اتنين ده مم. الهلال رقم واحد صح في كل حاجة يعني اللي هو في باسكت في أي حاجة هو لازم يبقى رقم واحد لاخر دقيقة احنا كنا بنحارب ان احنا نحاول ان احنا ناخد الدوري بس للاسف بسبب نقطة واحدة احنا خسرنا خسرتوا الدوري اه ف... انت كنت لعبتي معاهم كام ماتش؟ كل الماتشات كل الماتش من, من اول الموسم ما عدا كل... ماتش واحد بس عشان كنت لسه بخلص اوراقي هنا في مصر أوه. هو ماتش واحد بس اللي هو كان في الدوري بعد كده ابتديت العب معاهم الماتشات انت اللي بقيت. المفروض مستمرة معاهم لحد امتى؟ عاديك معاهم لحد امتى؟ هي دي حاجة أول مرة أقولها دلوقتي ليك أنت يعني أنا خلاص جددت معاهم فدي حاجة أكيد ناس هتنبسط منها. ممتاز. طبعا وكيلي يجدد لي معاهم. و... وان شاء الله موسم جاي تاني برضو معاهم. أنتوا بتجددوا سنة سنة صح؟ هم كانوا عايزين أكتر من سنة أوه. بس أنا فضلت السنة بسنة أوه. لأن لو جالي فط... حاجة تانية لأن الفترة اللي أنا جيت فيها في مصر هنا جالي عرض من من بلد كده بلد ما. أوه. ونادي كده بيلعب دوري أبطال أوروبا. أوه. فطبعا كله هيقول لي أنتِ إزاي رفضتي؟ أيها. هو أنا هقول حاجة أنا أوه. مش هضحك على نفسي. انا لسه عندي احسن من كده آه. فانا شايفه لو انا رحت الفتره دي انا هظلم نفسي كتير رباني. وشايفه ان انا طالما خدت اول خطوه في الهلال ونجحت في اول خطوه آه. طب ليه ما اكملش مع الهلال سيزون تاني آه. واشوف يمكن تيجي حاجه افضل ولسه كمان هنلعب دوري ابطال اسيا للسيدات آه. فاكيد هنلعب فرق اقوى م. فقلت يمكن فطبعا طبعا لهم كل حاجه بصيت في في العيشه بره طبعا في بلد غربيه غير الشرقيه فاللي هو حاسه الموضوع كان هيبقى مرخم معايا قوي فقلت لا خليني كده اهدى خالص ما تسرعش ممكن اروح وارد يحصل اي حاجه وارد انا ممكن اخسر الهلال فانا بصراحه انا من الناس مش عايزه تخسر الهلال خالص لان هو سبب من ان انا اتشاف من ناس كتير برافو عليك فبس عشان كده انا فضلت ان افضل في الهلال تفكير سليم والله صح يعني طيب كويس. لعب سيرجيو راموس ودماغ باولو مالديني يعني انا <applause> بحبه جدا 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 بتعلم منه طبعا فعلا مفضل يعني طبعا طيب عزه انتي في انجلترا انا سمعت ان حصل للاسف اصابه صعبه شويتين، ايه اللي حصل في الاصابه دي؟ أم هو انا كنت كان حصل زي هم كانوا في ال 18 كده هجمه بعد كده آه. حصل كروس فانا طلعت عليها عشان اصدها آه. اوبسي بعد كده وهي بتشوت انا كنت قريبه كده منها قامت شاطت وبعد كده خبطت وشي يعني واغمى عليا وبعد كده رحت المستشفى وحاجات كتير كده يعني طلع عندي مشكلة في دماغي. هو هو مخبض. بس ارتجاج في المخ يا خبر يعني جامد شوية بس أوه. يعني الحمد لله يعني وكنت بتلعبوا مين؟ والله مش انا مش فاكرة <applause> فاكر. اه مش فاكراها اه ما تنسيتي اصلا <applause> ما الخبط دي تنسي اه يعني في حاجات في, الم... في يعني في في الخبط انا مش فاكراها اه فانا يعني في حاجات فعلا انا مش متأكدة منها يعني اه طيب هسألك على منتخب مصر عارف انتوا الاثنين موجودين مع منتخب مصر حاسين بالتطور اللي بيحصل دلوقتي في كره القدم النسائيه في مصر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى المنظومه بشكل عام يعني أست... يا <applause> ماشي. آه. انا حاسه على... انا حاسه حسن... اه يعني يعني في الاول فعلا ما كانش فيه يعني كنا عادي كده هو منتخب بنات خلاص يلا روحوا بس آه. دلوقتي ابتدينا فعلا يعني يكون في تطور يعني الموضوع بقى احسن يعني أحسن هو أحسن, احسن هو بس ل... لسه في تطوير اكتر بس م. هو احسن من الاول بكتير م. عظيم طيب انت حاسه بايه طبعا هي زي ما قالت بالظبط هو كانش فيه اهتمام خالص طبعا انا بشكر دينا الرفاعي لان هي بسبب ان هي يبقى فيه اهتمام اكبر برافو آه بجد لا الفتره اللي فاتت حاولت ان هي تخلي فيه في منافسه حتى بين البنات الصغيره ان هم يطلعوا منتخب اول ويبقى فكره ان في ناس كتير محترفه دي برضو مساعده المنتخب كتير قوي آه طبعا لعبنا اخر ماتشات لينا كانت ضد لبنان كسبنا الماتشين فبصراحه لا وكابتن طبعا محمد كمال عامل شغل كويس قوي معانا آه ف انا شايفه ان في تطور كبير قوي يعني والفتره الجايه اكيد هيبقى فيه اكتر يعني احنا يعني كنا بعيد قوي صح جدا أوه. بعيد عن المنافسه مع طبعاً, طبعا دلوقتي أوه. لا اه يعني انتوا وانتوا وإنت حاسين ان احنا كنا بعيد انا عارف انتوا انتوا لسه صغيرين يعني أوه. بس احنا بعيد قوي كده ما فكرتوش في لحظه تقول ايه طب خلاص لا مش هنلعب كره قدم او احنا ما فيش اهتمام بيها في مصر فمش هنلعبها أنا كنت مستنيين اللحظة دي عشان أنا متأكدة إن هي يعني في في يوم من الأيام هي هنتطور يعني هنكون آه. يعني وأنا لسه برضه متأكدة إن هيكون أحسن من دلوقتي اه يعني أنا حاسة إن الكرة النسائية دلوقتي ابتدت تتطور يعني طيب أنت بتدرسي في إنجلترا مكملة في إنجلترا مع برنتفورد ولا ممكن ترجعي تلعبي في مصر تاني؟ والله أنا يعني نفسي إن أنا ألعب في نادي أحسن كمان من برنتفورد يعني أنا هير. نفسي أنا لو جالي عرض في, في اللي هو بريمير ليج أنا انا ان وهفضل ان <applause> على بعد كده لما ارجع بقى بشوف مين في البريمير ليج كره نسائيه جامد نفسك تروحي له يعني او فريق انت بتحبيه فنفسك تلعبي معاه مش شرط هو رقم واحد ارسنال ها انت <applause> بتشجعي ارسنال اصلا ولا يعني نفسك أنا أنا تلعبي أنا في ارسنال؟ انا بحبهم وعايزة عايزه العب فيهم عندهم آه. برضو بس ارسنال عمال يمشي شكل حلو قوي في الرجاله اه, البنات هم يعني بنفسه برضه على مانشستر يونايتد برضه جامد عشان بس هو انا انا عشان ساكنه في لندن فاقرب لي فاقربي يعني من من الحاجات المهمه جدا كنت لسه بتكلم فيها من شويه انه الانديه الكبيره في مصر بدات تهتم بكره القدم النسائيه يعني زي ما كناش نسمع او ما موجود في الاهلي اهتمام بكره القدم النسائيه حقيقة. زمالك اسماعيلى بيراميدز الانديه دي الانديه دي تفرق في قوه المسابقه وتفرق في قوه الاهتمام باللعبه نفسها اه طبعا طبعا آه. لان الاهلي هيبقى كان هيكون عايز يدخل هو مش عايز يخسر أيوة. الزمالك نفس الكلام اسماعيلى ايا كان يعني دلوقتي بقى في فيوتشر بقى في الجونه بيراميدز كذا فرقه فدي حاجه كويسه دي هتخلي فيه منافسه اقوى وهتخلي فيه عدد لعيبه اكتر وهتخلي فيه منافسه احسن للمنتخب ان احنا نبقى عندنا عناصر اللي هو احنا المدرب حتى يبقى محتار هو هياخد دي ولا ياخد دي صح لكن مش هو اللي هيبقى اللي هو عارف هما دول جايين فهم ال 11 دول اللي هاخدهم خلاص م. مفيش تاني م. لا دلوقتي بقى في اللي هو فعلا المدرب بيبقى محتار انا هاخد دي ولا هاخد دي فبصراحه لا انا شايفه ان الانديه الكبيره لو عملت لا دي هتساعد حاجات كتير قوي في تحسن المنتخب عندنا يعني وكمان تحسن من فكره اهتمام البنات بكره القدم النسائيه انا فاهم ان انتم حتى وانتم بتلعبوا مع فرق في مصر مفيش مقابل مادي مفيش لا. اهتمام مفيش سبونسرز مفيش مفيش اي حاجه فبالتالي في بنات ممكن تيجي عند مرحله معينه وتقول لا انا انا بلعب ليه بالظبط في ناس آه. بطلت في ناس ما ما كانش ينفع ليها تبطل وبطلت بسبب ان آه. فيش فعلا اهتمام طب هي آه. تصرف على نفسها بالزبط. ولا في ناس معلش بتكون على قد حالها في الكوره يعني أوه. بتكون مصدر رزقها هي الكوره صح فتلاقي مثلا لا قدر الله يحصل لها اصابه ما فيش حتى مقابل مادي اللي هو هنعالجها طيب خلاص ما فيش حتى تاهيل كويس عشان ما فيش اهتمام مظبوط فبس م. دي الفكره لكن دلوقتي بقى فيه فيه الحمد لله الى حد ما أوه. مش احسن حاجه الى حد على, على الاقل بناخد خطوات آه. لفوق اه طبعا يعني بناخد خطوات لفوق بدل ما نبقى واقفين في م. مكانه واحده طيب دلوقتي بتلعبي في الدوري الانجليزي فرحانين احنا تمام <applause> شفتي عدى عليكي محمد صلاح شفتيه في اي لحظه اه شفته إيه؟ يعني انا انا رحت له ليفربول كان يعني انا بلعب كنت قبل ما اسافر كنت بلعب مع ايمز أه هم دول اكاديمي يعني فكنا سافرنا ليفربول نلعب ضد ليفربول البنات وبرده رحنا ماتش يعني كان تقريبا اه كان مش فاكرة كان ماتش ايه بالظبط بس لعبنا يعني وشفنا الماتش وقابلنا محمد صلاح بعديها وقعدنا نتكلم معاه وكان لذيذ جدا يعني. قال لكم ايه يعني لما قابلت محمد صلاح وشايف بنات مصريات بتلعب كوره قدم. هو لا هو كان فخور آه. جدا يعني آه. هو 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 انسان جميل صح. جدا الصراحه يعني. صح. انت بتشوفي محمد صلاح الناس بتتعامل معاه ازاي في آه او شايفه الاجواء آه هناك اه <applause> اكيد يعني. هو كل حد هناك يعني لما بيعرف ان انا مصريه على طول اه محمد صلاح آه صلاح مو مو هم بيحبوه اوي هناك طبعا آه انا انا لما يعني كان ليا فرصه ان انا اسافر انجلترا اكتر من مره كل ما اسافر انجلترا وفي الفتره الاخيره دي اللي فيها محمد صلاح في انجلترا أيه. يعني ما بيسألوش علي حاجه غير يعني محمد صلاح <applause> اه <تقاري. تصفيق> من بلد محمد صلاح من بلد محمد صلاح حاجه عظيمه جدا انتوا حقيقي شرفتوني ونورتوني انا انبسطت جدا ان انتوا كنتوا موجودين النهارده بجد يعني شويه بوزيتيف انرجي عظيمه جدا اتمنى ان انتوا تكملوا نجاح ان شاء الله, إن شاء الله انا إن شاء الله بشكرك يا, الله. يا بشكرك يا عزه ودايما موفقين باذن الله, الله. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده من رقم 10 محمد جمال واسر حسين اسر حسين تحديدا زعلان قوي على الانتر النهارده عشان اليوفي كسب الانتر النهارده زي ما انا زعلان على ريال مدريد هنقعد نشيل احزاننا على بعض ونشوف هنعمل ايه محمد جمال اكيد مبسوط محمد جمال بيشجع كل الناس وبيحب كل الناس بعد الفاصل نواصل خليكم معانا <متصفيق> يا اهلا بحضراتكم مره اخرى شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء جدا جيمي واسر حسين محمد جمال واسر حسين جيمي مشرف وم. حبيبي الدنيا اخبارك ايه مبسوط طول ما انا موجود معاك كالعاده مبيه. ومع ياسر طبعا يا ياسر اخبارك ايه ازيك يا كيم كله حلو انت وجيمي والقعده تحلوه بيك وعن. انا مبسوط ان انت مبتسم حبيبي بجد هعمل ايه يعني نصيبه لا مال على حسب ريما ينزل من الكنترول يرجع <applause> يقول لك كسبتك تاني ياسر <applause> بيشجع انتر جدا انت جدا النهارده انتر شال من اليوفي يعني ما بش... شالش كتير يعني شاملو. هو واحد بس ما هم كرتهم بقى بس الماتش كان حلو الشوط الاول انا فاكر الشوط الاول ما عرفتش كنت بتفرج على المصيبه الثانيه اه طبعا فلاسف. المعركه الثانيه تكتيكي بامتياز يعني يمكن يوفي كان داخل يا كريم النهارده دوافعه أكتر عايز انه يحافظ حتى في احتماليه عوده ال 15 نقطه اللي خصموا طبعا من اجل طبعا القضايا اللي على يوفي فانه عايز يحاول يلاقي مكان في الشامبيونز ليج مع طبعا تبقي 11 جوله دلوقتي هو في المركز السابع فكان الفوز مهم جدا ليوفي واعتقد النهارده وانا بقول الكلام ده وانا راجل يعني بشجع انتر وانتريستا ان اليجري تفوق على انزاجي بشكل كبير جدا صير المباراه براحته جدا اليجري متمرس جدا يا كريم في حته انه اكسب الفوز اللي هو 1-0 ده الفوز السادس النهارده لاليجري بنتيجه 1-0 بعتقد كمان انه بينتقد طول الوقت اليجري ان انت عندك لعيبه انت بتلعبها في غير مراكزها ويطلع منها اكتر من كده بس انت مش بتنزلها في مكانها النهارده مثلا شوف انت كيزا كيزا نازل نزل كان نزل كانه تحت المهاجمين انا اصلا ان كيزا اصلا كان عند كان قاعد انا قعدت اقول ايه يجري انا برضو انا يعني ميال لليوفي ماليش في ايطاليا قوي انا هو امشي بقى مفيش حد معايا خالص عارف ميال لليوفي فاول <applause> ما لقيت كيزا على الدكه ودي ماريا على الدكه وكل الناس الحلوه على الدكه وانت بتعمل ايه يا عم وهو ده هو ده هو كان محضر اكتر من سيناريو م. وكان بادئ بالتشكيله دي ومخلي اهم ورقتين عنده كيزا ودي ماريا وكان عايز كريم انه يلعب بالتشكيله دي ويمتص ويحصل امتصاص للضغط بتاع انتر طول التسعين 90 دقيقه وانا لما اللعيبه اللي عندي يعني تخلص البنزين بتاعها هنزل كيزا يلعب على انتر المنهك من كتر يعني احتفاظه بالكرة انتر النهارده ال... النسبه استحواذه 70 30 لكن في النهايه ومش عايز اقول استحواذ سلبي انتر كان بيروح على الجون كان بيمرر الكرة كويس جدا لكن يوفي اعتقد انه قسم برا بسيناريوهات سيناريوهات وعارف هو عايز انت بتتكلم على الشوط الاولاني يا كريم شوطه واحده اون تارجت شوطه واحده بهدف مم. في حين انتر كان بادئ بشراسه وكان بادئ اجريسيف جدا الهدف كمان بالتخصص بنفس الطريقه تقريبا الجول ده شفت اليوفي جابه في انتر كتير قوي يعني يعني هو هو اصلا معانا كريم لو آه لو اه لنا كده انه البريك ثرو الوحيد او او الكاونتر الوحيد او السويتش الوحيد في الشوط الاولاني استخدمه يوفي كويس جدا دي الكرة الوحيده اللي بعد ضغط حوالي ربع ساعه من انتر هو اللي في منطقه جزاء يوفي بدون يعني طبعا كان في كام فرصه على الهدف بس بدون فعالية حقيقية هنا طبعا آآ آآ الكره جايه على فلاهوفيتش نخش الحاله اللي بعدها هنا بص كل كل لعيبه انتر واقفه على خط واحد و... وهاي بريس قوي يعني الدفاع طالع فوق قوي طبعا سوء الكلام طبعا في جدليه انها كانت جت في ايد او سندها رابيو بايده لكن بعد الفار يعني الحكم شاف انه لا مش بايده هي فيها سنده بسيطه بالايد يعني ممكن تعدي درميان طبعا كان تصرف خاطئ جدا انه آآ آآ ما خدش خطوه وبعدين الكرة لما طلعت كان راح عملها من فوق يعني شمسه على طول لرابيو لفلاهوفيتش اللقطه اللي بعدها ده منظر بص هنا لما تطلع بدفاع متقدم قوي في السويتش او الكونتر اتاك اللي لعبت عليها اليجري وعملها بكره واحده وسجل منها كان موفق جدا يسجل منها هدف بص شكل دفاع الانتر مبعثر ازاي في الهجمه نخش على اللقطه اللي بعدها بص كلهم تحت الكوره لعيبه يوفي سابقه هنا برده فلافيتش هيقطم هنا بقى شايف مين رقم اثنين ده كريم؟ ده دون فريز ده 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 الوينج باك اليمين اللي المفروض يكون هو الباك العكسي بص ضامم لجوه ازاي؟ باريلا راجع لحد هنا بص المساحه دي كلها الفدان اللي ورا ده كله كره هتروح لمين نخش على اللقطه اللي بعدها اللقطه اللي بعدها على طول راجل فاضي خالص كوستيتش مستلم مرتاح جدا دومفريس لسه افتكر هو درميان درميان طبعا المدافع الثالث في الحاله دي مم. دومفريس افتكر ان في واحد متفضي في المساحه في خلف وراح طبعا آه كوستيتش طبعا ما تحاولش بحب دومفريس لا دومفريس جامد جامد جدا عنده مقاومات كتيره بس محتاج مدرب يطلع يفكر بعقله شويه لكن عنده طبعا قدرات في السبرنت وفي كل حاجه ممتازه طبعا كوستيتش في المساحه كوستيتش كان عنده وحت... موسم عظيم مع ليوفي حتى لو ليوفي مش كويس بس كوستيتش عز... ومفتاح أو لعب مهم جدا ليوفي في طريقه 3 5 1 1 او 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 5 3 2 زي ما لعبوها النهارده اللي وصلت لكوستيتش اللقطه اللي بعدها طبعا فينش بامتياز في الزاويه البعيده ونانا هنا من اغرب اللقطات لانه فعلا اتبنج بلغه الكوره كريم هو اعتمد انه انا دايما الحته دي المدافع الثالث اللي على يميني هيكون دارميان ان مغطي اتحجبت دلوقتي تماما واتبنك فعلا وقف على يعني هو تحت العرض اه بس واقف على القريبه البصه دي شبه بصه كده فكده بس مش عايز, مش عايز اقول عنها حاجه <تصفيق> بلاش <تصفيق> طبعا <تصفيق> جمال بص لي بطرف عيني على فكره وافتكر قصدك عليا فبالتالي طبعا يوفي فوز مهم جدا انتر بعتقد ان الجماهير مش مش في حاله يعني طبعا مضايق ان الثلاثه نقط الثلاث نقط راحوا النهارده لكن الاساس عند انتر يعني يمكن كان المباراه اهم لليوفي، الاساس عند انتر هي المباراه اللي القمه اللي هتتكرر تاني كريم ديربي دي ايطاليا يوم اربعه اربعه لانه ده في سيمي فاينل كاس <applause> وهيكون على الالين ستاديوم في ملعب اليوفي. انتر والحاجات اللي محددها والدوافع والاهداف اللي محددها للموسم هو انه احافظ على لقب الكاس اللي خدته من يوفي السنه اللي فاتت مقابل هدفين ان اوصل لنتائج اوصل لنتائج مؤهله لدوري الابطال <applause> كريم بيز راسه من قبل ما اقول فبالتالي تاني من ثالث من رابع ما اعتقدش هتفرق قوي مع انتر المهم ان يكون مركز مؤهل لكن كنا لسه انا وجيمي حتى بنتكلم قبل الهوا في حاله وفي كلام عن ده يعني هو صعب لكن ممكن جدا يحصل في الاجواء الاحكام اللي طالعه والاجواء القضائيه الايطاليه انه يسترجع اليوفي الـ 15 نقطه في الحاله دي هيبقى في معركه داميه على المراكز المعيله طيب. شامبيونز ليج تفتكر اليوفي هيرجع له 15 نقطه؟ آه هي مش قصه هيرجع له ولا لا آه اليوفي قبل الحكم على طول ويمكن ده عشان كده كنت براهن على اليوفي انه هيرجع يقدر ينافس تاني سواء خد ال 15 او ما خدش ال 15 كان عامل رام في وقتها 8 انتصارات متتاليه وده ران صعب جدا في الكالتشو انك تعمل 8 مباريات متتاليه فوز فده اللي كان عامل يوفنتوس قبل الحكم على طول. مم. الحكم اثر عليه رجعه ورا شويه لكن انا بقول لك ان يوفنتوس خد ال 15 نقطه ما خدش ال 15 نقطه هيتاهل لدوري الابطال الموسم الحالي. ازاي؟ هيكسب ماتشاته اللي جايه زي ما كسب النهارده. هو سابع سابع عشان هو سابع 11 جوله هترجع ان عندك 11 جوله ب 33 نقطه. ثاني يوفنتوس عمل 8 عمل ران 8 وقبل كده ران 5 في نفس مم. الموسم. مم. بيعمل رن بتحب اليوفا يحبوك قوي خالص لا أو لا أو والله بتكلم انت على فكره انا انا ما بشجعش حد في ايطاليا بس أوه. يعني في النهايه لا الفريق اللي عنده الشخصيه وعارف ان هو محطوط في ازمه انه من سنوات بعيده جدا يكون بره التشامبيونز لا هيكملوا هياخدوا بطاقه كده كده فعلا هو بينه وبين الرابع اللي هو ميلان يعني سبع نقط بس فممكن ممكن تيجي تيجي في 11 نقطه تيجي, تيجي في 11 جوله سي. يعني سي. تيجي طيب الدوري خلص الدوري الاسباني اه طبعا 12 نقطه في 12 ماتش جبت من الاخر لا الران الران اه, آه الران الران نضحك على بعض بقى <applause> الران اللي عامله برشلونه الران اللي عامله برشلونه, برشلونة الحاله اللي عليها ريال مدريد وسبحان الله سبحان الله والله ريال مدريد فريق ما بين الليجا وما بين التشامبيونز ليج شتان نفس العناصر بنفس المدرب تحس انه روح دوري الابطال بتتجسد في ريال مدريد لما بيروح للتشامبيونز في الدوري فريق تاني خالص لسه كنت معاك يا كريم واحنا بنتفرج على ماتش ريال مدريد ليفربول قلت لك اللي اتفرج على ماتش ريال مدريد بيتيس يقول لك الفرقه دي تاخد خمسه عادي قبل مباراه ليفربول تاخد خمسه عادي ريال مدريد سيء جدا امام بيتيس في الليجا النهارده بالمناسبه الماتش اخر 2 واحد في اللحظات الاخيره فرانك سي لكن الماتش كان ممكن يخلص اكتر من كده لبرشلونه برشلونه كان افضل بكتير من ريال مدريد النهارده و12 بس لك ان الربع ساعه اللي في الاخر اخر الماتش قبل ما يجي الجون بتاع فرانك سي كان ريال مدريد جامد جدا كان ابتدى الريال يرجع يقول اسينسيو بسنتي تسلل فكان فايق يعني. ما الرهان طول الوقت يا كريم على الشخصيه آه. طول... على الشخصيه بس والرهان طول الوقت ان انا هاجي في الوقت اللي انا هدوس فيه بنزين قوي هعرف اسجل واعرف اخد المباريات ده ما بينفعش قدام كل الفرق م. بدليل ان المواجهات الثنائيه في السنوات الاخيره امام امام مش السنوات الاخيره من وقت طويل جدا احنا كده كنا بنقول ميسي حتى بعد خروج ميسي خليني اقول لك ان انشيلوتي عنده رقم سلبي غريب جدا مم. المدرب الوحيد اللي قعد مع ريال مدريد اكتر من 10 مباريات في مدربين جم قعدوا ماتشين ثلاثه ومشوا لكن المدرب الوحيد اللي قعد اكتر من 10 مباريات وفوزوا بالمباريات وفوزه بالمباريات اقل من النص امام برشلونه اقل من النص النهارده 12 مباراه خمسه فوز وسبعه هزايم بعد 12 مباراه خمسه فوز وسبعه هزايم في جيل بعيد كل البعد عن الاجيال القويه لبرشلونه بعيد كل البعد، ما بالك بقى, بقى لو انشيلوتي كان موجود ايام وقت الجيل الذهبي اللي كان فيه برضه لعيبه جيده جدا في ريال مدريد في حينه يعني، لكن في وقت سيطرة برشلونه لا انا شايف ان انشيلوتي واحد من الناس اللي ما بيعرفوش يلعبوا الكلاسيكو بشكل جيد. شفت الكلام الوحش ده؟ <applause> انا هاخد من كلام جيمي في حتة الارقام، يعني هو بيقول على انشيلوتي هنقول تشافي. ما كنت لسه انا جاي لك يلا قول لك اهو لسه. تشافي <applause> <applause> بطولة زي دي اللي خدها تقريبا يعني، تمام؟ ثبت اقدامه كواحد من المدربين الكبار في العالم ولا لسه برضه محتاج شويه وقت؟ سؤال ذكي جدا يا أوه. كريم وده وقته، أوه. سؤال توقيته ممتاز لانه اما جه السنه اللي فاتت كان الكلام على انه واحد من ابناء لاماسيا واحد من ابناء برشلونه وانه كان في استعجال على ترميزه وكريم وتقديمه كمدرب وهو لسه ما حققش نجاحات كبيره قوي طبعا غير تجربته في قطر وبعتقد انها كانت ناجحه فناس كانت هل استعجلتوا على انه تخلوه احد من واحد من ابناء الجيل الذهبي لبرشلونه يمسك يبقى الرجل الاول في القياده الفنيه وكان السنة اللي فاتت برضو مدي ملامح لأنه أنا مشروع مدرب جاي آه ممكن ما كنش قادر من أول موسم نحقق حاجة لكن مثلا فوزه بالكلاسيكو برباعية دي كانت أعتقد ممتازة جدا رغم أنه كان موسم غير آه موسم أبيض لبرشلونة لكن قدر يكسب الريال بنسخته الأقوى ب صفر كمان كان جيمي بيتكلم على الارقام وارقام انشيلوتي تشافي نفسه يا كريم عنده ارقام ممتازه جدا في مدرب حديث العهد على الكلاسيكو وده الموسم الثاني فقط ليه انت بتتكلم انه حتى في الموسم ده دي الهزيمه الثالثه في فتره اقل من شهرين م. انت ما كسبت السوبر ثلاثة كسب سوبر ثلاثة واحد على ريال مدريد في الرياض وبعدين كسب في مباراه الذهاب في نصف نهائي الكاس لسه من حوالي ايام بسيطه م. وبعدين النهارده بتكسب في الكلاسيكو اعتقد ان الارقام بتزيد جدا تشافي في الفوز المباشر معاه مع ريال مدريد وانشيلوتي الغريب النهارده الكوره دايما ملهاش احكام وغريبه جدا واللعيب باللحظه كريم ما بين ما يكون في شيء يتحول لثاني يمشي فرانك سيال النهارده اللي بيسجل الهدف اعتقد انه الاغلى في موسم برشلونه لاسترجاع لقب لا ليجا وان زي ما انت بتقول يا كريم ردا على سؤالك الذكي انه تشافي يتوج نفسه ويتحط على البلاتفورم او يتحط وسط يتحط اسمه وسط المدربين الموجودين ده مدرب برشلونه وده مدرب بيقدم نفسه كمدرب مهم في الكره الاوروبيه ده الهدف الاغلى لكيسيه اللي كان كل الشهور اللي فاتت الكلام على انه هيترك برشلونه، الكلام انه هيروح ومفكة. ايطاليا وكان اقترب من انتر ميلان وعايز يرجع لمدينه ميلان تاني وان انا مش لاقي نفسي مش عارف يعني اخش طاق. او اه اتاقلم مع الاجواء في برشلونه بالظبط، النهارده بيسجل الهدف الاغلى تقريبا في موسم برشلونه كله بعد خروجه من البطولات الاوروبيه تشامبيونز ويل يوروبا ليج، النهارده استرجاع على ليجا وانك تكسب الكلاسيكو وتفرق ب 12 نقطه مع تبقي 12 <applause> جوله 12 جوله على النهايه <applause> فبالتالي بعتقد ان هدف غالي جدا وكيسيه النهارده ده بدايه يعني اعتقد تثبيت اقدامه في برشلونه كاحد من ركائز وسط الملعب حد فيكم اتفرج النهارده على ماتش مانشستر يونايتد وفولهام لا يعني انا شفت تابعت شفت التراكنج بس اللي فيهم تراكنج تراكينج هايلايتك يا كريم ساعتها سيبني احكي لك يعني لسه بقول لك فولهام كسبان سيبني احكي لك عشان عايز اقول حاجه كمان انت اتفرجت قول لنا النهارده يا جماعه مانشستر يونايتد كان بيلعب فولهام في كاس الاتحاد الانجليزي فولهام كسبان 1-0 تقريبا حتى الدقيقه 74 في كوره راح بيها سانشو ورقص الجول وبعد كده وليان وليان طبعا لاعب تشيلسي الكبير وهو بيلعب في فولاند دلوقتي شال الكوره بايديه حتة, الح... حته محمدي دي اه حته محمدي حلو التشبيه ده عشان الناس تاخد الصوره المهم الحكم احتسب الها... احتسب الكوره ضربه ركنيه خلاص ما شافش لبسة الايد بتاعه ويليان اللي كانت الكوره رايحه للجول رجع للفار وهو راجع الفار انا همشيكم بس بالسيناريو عشان بس انا عايز اوصل لحاجه مهمه وهو راجع الفار رايح تمام فالمدرب رايح يعترض على الحكم راح الحكم على طول طرد يعني هو رايح على الفار كده المدرب جاي عليه بيزعق راح اداله طرد راح يكمل عادي الفار بكل هدوء تمام بعد ما خد الطرد رجع احتسب الكوره ضربه جزاء وطرد ايه ويليان بعدها ايه اللي حصل راح طرد متروفيتش بمنتهى الشزاجة بس انا اصلا الرقطه بتاعه متروفيتش دي تدرس للحكم هو متروفيتش بيديله بالكتف كده بيلمس الحكم انا اعتقد الحكم ما لحقش يشوف مين اللي جنبه كان البطاقه الحمراء طالعه من غير تفكير طبعا طرد المدرب وضرب اتنين لعيبه والحكم ثابت ولا اتحرك له شعره انا عمال اسقف للحكم انت عارف يعني انت بتتفرج على مباراه معجب بالحكم المهم ضربه الجزاء سجلها برونو بعدها على طول سبيتزر جول بالكعب في دقيقتين ضربة جزاء خلصت المباراة في دقيقتين تقريبا تسكتوا يعني. لا تجيبوا التالت بس ده كده يعني واحدة. <applause> عشان خاطر برونو برده يعني حبيبنا يعني وكاد. هو يبقى نكد يبقى نكد عليهم كله يعني الريال يتغلب ومانشستر يتغلب يعني خليه بس واحدة يبقى واحدة بس بس يا جماعة التحكيم هناك في انجلترا حاجة بغض النظر انه أخطأ في اخطاء في اخطاء ليه اخطاء طبعا يعني فكرة قوة الشخصية بتاعة الحكم كريم انت حطيت ايدك حاجة مهمة جدا احنا احنا نسينا يمكن انا وجيمي حتى لما بنبص على الماتشات المحلية ان الحكم ده يعني كان من الحاجات المفروض لما جماهير بوس حاجه من حاجات مقدسه ده القاضي في الملعب فالنهارده اللي حصل ده طبعا شخصيه الحكم مهمه لكن ده الطبيعي انت اما سيبك بقى من سذاجه متروفيتش في حاله ان فريقك واحد الماتش لسه فيه هتلعبوا 10 ممكن صحيح. فيها فرصه انه رايح إن بيعترض ويخسر فريقه ويلعبوا تسعه ويخبط الحكم ويخبط حاجه في انجلترا يعني ده هيزعل تعاد انا أعتقد أعتقد لأ... في عقوبه بعد غير الايقاف آه. فان انت اه مفيش مشكله انا رجعت شفت الفار وهحسبها ضرب جزاء واللاعب همسكها ب... زي ما انت بتقول ويليام بايده عمدا فيستاهل يستحق بطاقه حمراء لعيب تهجم على الحكم فبطاقه حمراء مدرب بيعترض عليه وانا رايح اشوف الفار بطاقه حمراء الثلاثه فيش اي مشكله وسرعه البطاقه ومحدش هيرجع يقول لك ولا فولهام اتز... الناس شايفه بعينيها زي ما انت حكيت يا كريم التسلسل ده للناس آه الحكم مهم جدا يكون نتمنى يكون هنا نفس الحسم في, في اي حقيقه بالمناسبه تعديل. بقى جيمي في اخر المباراه كمان انا قلت ايه اول ما الحكم يصفر تمام هيجروا عليه الامن يحوطوه <applause> والجماهير هتشتم واللعيبه هتروح تتخانق بقى وتضربه وفجاه بعد الماتش ما خلص الحكم واقف هو والاثنين مساعدين ولعيبة فولهام مع لعيبة مانشستر يونايتد رايحين يسلموا عليهم عادي جدا المباراه خلصت يا جماعه ده ما ده العادي شوف اللي انت اللي انت مبسوط بيه ده ده المفروض العادي ده المفروض العادي بس هو مش عادي عندنا مم. احنا مش عارف مش هتروح تتخانق معاه شويه انا قلت في ثلاثة أربعة هيتردوا كانوا ايه الحكم بيقعد ساعة ونص عشان يخرج من الملعب لا قلت في ثلاثة أربعة من فولهام كمان هيتردوا بعد الماتش يعني والله يعني الحكم يعني. عندنا بيقعد أحيانا في مباريات والله بيقعد ساعة ونص عشان يخرج من الملعب يعني قضية الناس أحيانا في حاجات ما بتجيش ورا الكاميرا بتيجي بتبقى من ورا الكاميرا يعني الحكم بيفضل شوية ناس محوطاه ويقعد له ربع ساعة في الملعب لا لا ونص ساعة في أوضة اللبس خبر. بتاعته وعبال ما يخرج ويركب عربيته أو يركب اللي شوية يركب إيه يعني يقعد ساعة لا ده بكلمك هنا على ممتاز كمان تحت الدنيا أصعب بالمناسبة هي شخصية حكم جيمي بس كمان ده جزء من الشخصيه يعني جزء من الموضوع الشخصيه طبعا بس في ناس بتحميك المنظومه تحميك أي آه. المنظومه آه. ما انا آه. بتكلم على المنظومه طبعا ما انت مش هتقدر تعمل الكلام دوت لو المنظومه دي مش هتقدر مش تطلع عقوبات مش حد عايز يحل حاجه كريم آه. ويدور على فرد صح. دور على منظومه السيستم هو اللي بيصلح كل حاجه مفيش فرد بيصلح حاجه صح حاجه حاجه عبقريه نخش محل شويه ولا لسه عايزين تتكلموا عليه؟ يلا بينا انا عارف انت تحب العلامة بس انا عايز اخفف عليك شويه وطأ خلاص بقى كريم عايز اقول لك ابراهيم عامل حفله فوق في الكنترول خسرانين خسرانين خمس بالعربيه قدام الكنترول ما ترضهاليش ليه لان انا شايل برضه انا الوحيد انا الوحيد اللي عايش فيكم مبسوط ما عنديش مشاكل مبسوط اه الحمد لله اه مبسوط جدا مش كسبان حاجه انا مبسوط طيب عايز اخدكم لحاجه مهمه جدا قائمة منتخب مصر مم. قائمة منتخب مصر هل شفت فيها أي مفاجآت؟ هل شايفها منطقية؟ هل شايفها سليمة؟ هل كنت شايف في عناصر مش المفروض تخش؟ هل كنت شايف إن في عناصر المفروض تخش؟ أكتر من... أكتر قائمة منطقية في العشرين 20 سنة الأخيرة لمنتخب مصر لا أبالغ سنة؟ لا أبالغ تمام. أنا فتحت القائمة وقتما تم إعلانها ما لقيتش اسم واحد انا مختلف انه مختلف ما ينضمش ما 10 سنين عشان في 2006 و2008 و2010 دول هاي لا 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 ما هو دي برده كانت قائمه ما كانش فيها مشاكل أوه. كان اللعيبه اللي موجوده كانتش ينفع ما تبقاش موجوده آه. ما فيش لعيب من اللي كانوا موجودين ما كانش ينفع موجود آه. 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 طبعا <applause> يعني حتى لو عندك قناعه بلعيب تاني أوه. هتقول ما هو اصل مكانه, عالمين. أصل, عالمين. مكانه عالمين. 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 اصل مكانه عالمين. فلان اصل مكانه فلان في ظل الشح اللي موجود وفي نظرة المواهب وما الكواليتي اللي تسمح بحجم التنافسية لكل الجيل اللي انت بتتكلم عليها كريم واللي انا دايما نفسي نوصل له بس يعني بنظلم نفسنا كتير أوه. وبنعيش في حالة من الكآبة لما بنقارن بجيل ما تقارنش بالجيل ده لا على صعيد جماهير الأندية ولا على صعيد جمهور المنتخب أرجع أوه. لك تاني لقائمة المنتخب يا كريم لا أنا شايف أنها واحدة من من أكتر القوائم منطقية جدا كل لعيب واخد حقه تماما حتى خليني اجي اقول لك اقفلك عند لعيبه باسمائها اللي انا كنت شايف انها تستحق ومع ذلك لما قعدت بصيت على القايمه لقيت انه لعيب اه يستحق لكن مكانه فيه زحمه يعني اللعيب اللي الثاني اللي اتاخد مكانه الدنيا قريبه جدا لكن ان انا باخد في كل بوزيشن لاعب او اتنين مع اللاعب الاساسي فده اللي بيخليني في اخر منطقيه حسين الشحات طبعا الران اللي عمله حسين الشحات في 13 14 مباراه الاخيره في مركزه طبعا كان يسمح له انه ينضم لمنتخب مصر اه بوزيشن محجوز طول الوقت لمحمد صلاح امر منطقي وحطه على جنب طب مين وراه مين في ظل الحاله أوه. انا هنا لا بقارن ما بين ولا كواليتي ولا الحاله اللي عليها اللاعب تسمح بضم مين هتلاقي انه فيتوريا واخد زيزو, زيزو. واخد مصطفى فتحي اللي بالمناسبه بيقدم مردود ممتاز الموسم الحالي مع بيراميدز فالمكان زحمه يعني زيزو ولا حسين الشحات دلوقتي دلوقتي حسين الشحات طبعا طبعا لكن روي فيتوريا من المدربين اللي بيدوروا على حاجات معينه في كل لاعب خاصه ان اللعيب اللي انا واخده مش واخده يلعب اساسي عشان بس الامور تبقى واضحه اه روي فيتوري في في ما هو أوه. في البوزيشن ده أوه. انا بتكلم هنا أوه. بنتكلم بالزبط. على السكيل الوينج رايت في منتخب مصر اللي هو المركز اللي ما فيهوش منافسه حرفيا المرك... يعني. اه مركز ما هينافسه الجناح عرفية. الايمن ده أوه. ده قصته خلصان فأي لعيب تاني انا هاخده لعيب مختلف لعيب احتمالات انه يشترك قليله جدا مم. او هاخده اظافه في مكان تاني لانه احتمالات تواجد محمد صلاح ربنا يحفظه ويحفظ كل اللاعبين يعني 99% طب حسين حسيتش عم ما يلعبش شمال؟ يلعب شمال ما تروح الناحيه الثانيه متوهج جدا عمر مرموش مع فولسبورج متوهج جدا فقصه يعني ان حسنين. انا هاخده اغير البوزيشن بتاعه عشان اوديه الناحيه الثانيه في برضه مش هيلعب اساسي انا يعني عندي حد فايق وانا عندي عمر مرموش متالق والراجل بيميل روي فيتوريا بيميل طالما عندي لعيب لعيب محترف بيشترك وشغال كويس مع مع الفرقه اللي بيلعب فيها طب انا ما تاكد لكش... انه موجود ما حسين الشحات بعمر مرموش حسين الشحات ولا احمد عبد القادر بوزيشن ببوزيشن ما انت 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 جايب لعيب طول الوقت بيلعب وينج رايت عايز تجيبه وتوظفه على لعيب تاني حتى لو في تذبذب في مستوى بيلعب في الوينج ليفت لا طبعا انا انا خلي بالك انا قارنته بين مصطفى في المكان اللي بيلعب في حسين حسين احيانا يدخل جوه انسايد لكن لما بيروح شمال ده توظيفه مم. يعني ما عملهاش مارسيل كولر غير مرتين السنه دي طول الوقت هو بيلعب وينج رايت احيانا يدخل جوه انسايد يشتغل بلاي ميكر فالراجل ما عندوش بلاي ميكر روي فيتوريا فعنده وينج رايت وعنده وينج ليفت في الوينج رايت الدنيا صعبه جدا وزحمه ففي الوينج ليفت هو الراجل شاف انه يقول لهم اعملوا سويتش بس مستم... انما انما الراجل نفسه حاطط في الوينج ليفت ان انا بف... بش... ببص على لعيب هو بيلعب طول الوقت في البوزيشن ده متمرس انه بيلعب في البوزيشن ده فهو راح لاوبشن احمد عبد القادر وبالمناسبه هو كان حضر النادي الاهلي السنه دي ست مباريات خمس مباريات منذ يناير خمس مباريات منذ يناير مم. اثنين لعيبه لفت انتباهه في ثلاث مباريات من الخمسه احمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا احمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا مم. ومن وقت مباراه سموحه في نصف نهائي كاس مصر وهو حاطط عينيه على محمود عبد المنعم كهربا واحمد عبد القادر تحديدا ان الاثنين دول هيكونوا موجودين معاه فالراجل بيتراك بيتابع اللعبه دي لسه بتلعب ماشي بشكل كويس اوكي انا هاخد اللعيبه دي سواء احمد عبد القادر او كهربا وحسين تحديدا انا بقولك لك انه كان من ضمن خيارات الراجل لكن زي ما قلت لك هو كان بيفاضل حتى اللحظات الاخيره ما بين حسين ومش زيزو بقى ما بين حسين سمع. وما بين مصطفى فتحي حتى اللحظات الاخيره باقي القائمه بالنسبه لي منطقيه جدا المفاجاه الوحيده المفاجاه الوحيده وهي منطقيه ايضا هو هشام صلاح في الظهير الايمن اللي اعتقد برضه هيبقى لعيب احتياطي لمحمد هاني في مباراه ملاوي طيب قائمه المنتخب برضه رايك فيها ايه لا بعتقد تكمله الكلام جيمي ان فعلا في مراكز احنا عارفين انها محجوزه او انت عندك السوبر ستار بتاع الفرقه كريم او اللعيب اللي يعني هو اقوى الحاجه النجم البارز هو ده في مكانه حتى فكره التوظيف اللي كان بيقول عليها جيمي حصلت قبل كده مع مدربين تاني يعني كيروش م. كان بيضم زيزو هو عايز الورك عايز مفعول المعدل البدني ده من لعيب زي زيزو عايزه طول التسعين دقيقه لكن انا ممكن اخدك معايا صلاح طبعا هو بيلعب ناحيه اليمين ممكن لعيبك كان بيلعب زيزو تحت الفرادة وفي ماتشات كان زيزو بينزلها في المركز ده اللي هو مش مركزه الاساسي وكان بيغير ماتش زي ماتش السنغال هناك فبالتالي ممكن فعلا اخد لعيب عشان انا عارف ان انا محتاجه بس المركز ده محجوز لعيب معين فبوظفه في حته ثانيه. فكره احنا كنا لسه بنتكلم على الكوره في لحظه بتنقل لعيب لايه ودي عظمه كره القدم وكنا بنتكلم على مثال كسية من لعيب عايز يغادر برشلونه ويرجع ثاني لميلانو واللعيب النهارده بي بيسجل اهم هدف في الموسم. نفس الكلام بالنسبه رساله لكل اللعيبه اللي محمود عبد المنعم الكهرباء ودي رساله مش عشان الكهرباء نفسه عشان كمان اللعيبه اللي بتتفرج على كهرباء وعايزه تبقى زيه في يوم الايام انت في لحظه من لعيب موقوف تماما بعيد بدنيا جدا جدا جدا, جدا لكن اشتغلت على نفسك خلصت جدا في التمرين لما جت اللحظه وتم انت راجل انا بتمرن كل يوم وبسعى ومستني ان انا يحق لي المشاركه اول ما يعني النادي قال له انه يحق لي المشاركه بدايه مباراه سموحه اللي كان جيمي بيقول عليها اللي بدا روي فيتوريا يتابعوا فيها اول مشاركه لي تتكلم على اكثر عنصر مؤثر في النادي الاهلي اه عبد, المع... اه عبد محمود عبد كهربا الكلام كمان على حسين الشحات حسين الشحات كان فعلا هو المفتاح اللاعب المهم جدا ماتشات متالق جدا تحت يعني نسخه كولر من حسين الشحات نسخه ممتازه جدا لكن الاجهاد اللي حصل واصابه اللي ماسكه اخرته الماتشين التانيين خلت انه طيب انا ممكن اجل هو في حساباتي زي ما جامي بيقول لكن انا ممكن اخده بعد كده واعتقد <applause> برضه خروج لعيبه كانت برده دايما مكانها محجوز في وسط زي السلايه مثلا برضه ده راجع لاصابته السلايه لعيب مهم يمكن كل جماهير الاهلي و... يعني جماهير منتخب مصر اطمنت لما اخذ شويه في المباراه الاخيره في مباراه القطن لكن اعتقد فعلا في منطقيه جدا في الاختيارات مش غريبه شويه انه فيوتشر في واحد من الفرق اللي بتنافس على او يعني في, في صراع الصداره على الدوري مش موجود منهم اي لاعب هترجع للعناصر اللي عندك فيها يعني في في غياب في ان انا عندي مثلا مراكز محمد, محمد يعني. يعني مثلاً مثلاً مهند, لاشين. مهند لاشين مثلا انا كنت عايز ارد له السؤال اقول له انت تقصد كسره نوعيه اه يعني مثلا هتقول مثلا مم. احمد عاطف ماشي كويس مهند تقول مهند لاشين ممكن تقول بوب بس برضه هترجع كريم اللي كنا انا وجيمي بنتكلم فيه هتحط الاسامي دي مع انا انا اوريدي معايا هتلاقي مع حمدي فتحي وهتلاقي طارق حامد وهتلاقي محمود حماده اللي هو راجل مقتنع بيه جدا مقتنع بيه جدا اه فانت حتى حت التنافس هيبقى طبعا لعيبه لعيبه فايقه لعيبه فايقه جدا حتى اقول لك على حاجه الناس بتتكلم انه اه طب ممكن مركز محمد هاني ما يبقاش محجوز الفتره الجايه لو خالد بدا ياخد في النادي الاهلي ممكن الراجل وخالد اللي هيروح <applause> ما هو بالضبط بالظبط فهيروح هيحتاجه فاللعيبه دي جايه آه ما اعتقدش انها يعني انا انا يعني لو لو, لو رساله توصل لهم ما يحبطوش ابدا ناس شايفه اداء فيوتشر ناس شايفه اداء فيوتشر في مسابقه غير محليه <applause> النهارده انت بتكسب بدات تاخد الخضه بتاعت السنه اللي فاتت اول مره تشارك الكونفدراليه لا بتكسب وانا عارف انه وده يعني طبعا عشان الجيش الملكي متمرس اكتر ان بطاقه الصعود للاسف هتبقى ما بين الناديين المصريين كنا بنتمنى الاثنين يصعدوا فهنا برضو شوتشر انك داخل على مشروع اقدم زي زي بيراميدز وبتواجه ده وبتنافسه فده ممتاز جدا هايل قبل ما خ... قبل قبل ح... ما مط... اه على قصه قيمه المنتخب خيمة المنتخب وده من ضمن الناس الناس دايما بتقيس اختيارات المنتخب على يوم الاعلان قيمه المنتخب تم اختيارها والانتهاء من اختياره والمشاورات ما بين فيتوريا ومساعديه يوم 14 مارس 14 مارس يعني بنتكلم على خمس ايام او ست ايام لورا فالقايمه تم الانتهاء منها من خمس ايام عشان كده في ثلاثي غاب لهذا السبب كان اخرهم حسين لأنهم كانوا تاكدوا ان حسين سليم لكن وهو الراجل كان معجب جدا بحسين الفتره اللي فاتت غياب الونش وغياب عمرو السولية الراجل قال لك انا لعيب لسه جهزش فنيا لسة وجاي مكتمر. من اصابه انا رايح ماتشين خاصه المباراه الثانيه فيها داشين كتير هلعب في الصيام هلعب مم. في رمضان هلعب بالنهار المباراه الثانيه في, في ملاوي فالراجل قال لك اي لعيب لسه راجع من الاصابه مش هاخده عشان طيب. كده القايمه كانت بدري للشفاء. جدا لازم تبقى القايمه مكتمله شفاء والراجل اكد على حاجه النهارده في المؤتمر الصحفي اتاكد اللي انا بقوله لك قال لك انه انا انا عجبني جدا تحركات كهربا واتكلم على كهربا وقال لما سجل امبارح التلات اهداف انا انبسطت جدا لانه اكد على خياري لي بالتواجد في قائمه المنتخب. للأهلي طلب فجاه تاجيل مباراته مع المصري في كاس الرابطه من وجهه نظرك او من معلوماتك كمان عشان عارف ان انت عندك معلومات. طيب رقم واحد الطلب في حيثياته يبدو منطقي جدا. الاهلي طلب التاجيل وكان في مشاورات شفهيه لتقديم المباراه. لتقديم المباراه. هذا ما لم يعلن عنه. انه كان في مشاعرات والطلب كان منطقي قال انه فيوتشر وبيراميدز عندهم مواجهه ما بين الفرقتين في الكونفدراليه يوم 2 ابريل الاهلي من المقرر انه مباراته امام الهلال السوداني وهي مباراه حاسمه يوم م. 1 ابريل م. طب فيوتشر بقى وبيراميدز الجدول بتاع الرابطه اتحط الماتش امتى 25 ابريل يعني فاصل سبعة 8 ايام 8 ايام لان الشهر 31 يوم 8 ايام ما بين ما بين المباراتين طب انت بتحط النادي الاهلي مباراه يوم 28 مارس قبل مباراته الفاصله امام الـ امام السوري بثلاث ايام انهي منطق تم وضع بيه؟ دي وجهه نظر النادي الاهلي انهي منطق تم وضع المباراه يوم 28؟ لا في منطق قول لي ان هم كانوا متوقعين الاهلي يخرج من البطوله ما فيش حد بيحط جدول عطاق ما انا ما انا بقولك مش حد جدول على توقف مش حد تاني متوقع خروج الاهلي اصلا آه يعني لا لا السيناريو يعني <applause> السيناريو كان الاهلي ماشي بيه كان آه رايح في سيئة اسوء بالنسبه للنتيجه لسه متحدده آه من كام يوم فالسيناريو كان رايح لفكره انه آه سان داون هيخرج من, من الاهلي والاهلي خرج فخلاص مش مش هو كان يتم طالما الفتره دي كلها توقف آه دولي والبطوله مخطط لنا تعمل في توقف الدولي يا كريم الاهلي اخر مباراه لعبها امتى لعبها يوم الجمعه الجمعه ده اول امس يوم 17 طب ما نخلي المباراه بعديها باسبوع بعد 17 باسبوع ايه اللي يخليني اروح ازنقها قبل المباراه الاخيره سواء الاهلي خرج او ما خرجش ايه اللي يخليني احطها يوم 28 دي كانت وجهه نظر النادي الاهلي والاهلي طلب تقديم المباراه عشان تبقى زي فيوتشر وبيراميدز ما تمش الرد على هذا المطلب والرد اللي جه انه المباراه في موعدها رقم 2 الجلسه اللي تمت ما بين مارسيل كولر وما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره توصلها كابتن زكريا ناصر كابتن محسن صالح حسام غالي والمترجم الخاص بكولر وحض... وطبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب الراجل مصمم تماما لن يقود الفريق في بطوله كاس الرابطه، قال لهم ده قراركم، لكن في النهايه انا لن اشترك في هذه بفريقي مش أشترك بفريقي، انتوا عايزين تلعبوا البطوله العبوها اه يعني لو انتوا عايزين تلعبوا البطوله هاتوا فريق الشباب مثلا انسوا لعبت الفريق الاول آه. انسوا لعبت الفريق الاول، اي لاعب اي لاعب سيحتاجه مارسيل كولر هو مخطط مخطط في دماغه انه بعد ما يرجع من الاجازه الأهل هينزل تمريرهم السبت الجاي من يوم السبت لحد مباراة الهلال اللعيبة اللي موجودة في الفرقة موجودة اللي هي من القوائم اللي هو بيعتمد عليه بالإضافة للمجموعة اللي هترجع بعد كده من 29 بداية من يوم 29 دي المجموعة اللي مش تلعب الرابطة خلاص هو الراجل ده قراره اللي أبلغه والمناقشة بالمناسبة في القصة دي بس عدد ساعة ما بين ما بين ما بين لجنة الكرة وكابتن محمود الخطيب وما بين مارسيل كولر ده القرار النهائي طيب في الآخر الأهلي مكرر إيه او رايح لفين عشان لسه في مفيش قرار طلع من النادي الاهلي مقر... التفكير رايح فين فرقه الشباب بالاضافه للعناصر للعناصر اللي كولر هيقرر ان هما مش معاه في ماتش الهلال مش العناصر المتاحه لان في ناس كتير النهارده قال لك التشكيل المقترح للاهلي واللعيبه المتاحه ان هي تلعب لا 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 خالص اي لعيب الراجل حاطه في بلانه هيلعب اساسي او بديل او هيتواجد في قائمه مباراه الهلال السوداني هو خارج مبارا خارج مباراه كاس الرابطه في لعيبه بقى بره تفكير الراجل بره حساباته اصلا بره حساباته خالص أوه زي مثل. مثل يعني اه زي ايمن اشرف مثلا مثلا يعني اه أوه اربع أربع, اربع خلينا نقول ان هم اربع اسماء اه اربع اسماء اربع اسماء ما هو إيه. ما انت قلت اسمين ايمن اشرف برونو سافيو وفي اسمين بيتمرنوا معاه في في اسمين تانيين لكن في اسمين كمان بيتمرنوا معاه من الشباب شادي لسه شادي لسه لكن وارد من الاسماء ايمن وبرونو ايمن وبرونو وفي اسمين بيتمرنوا معاه لكنهم من الشباب كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وبنسبة 90% كمان كريستو متاح كريستو متاح لكن الراجل لسه ما حسمش الامر فيه هيكون معاه موجود ولا لسه ما حصلش حاله الانسجام فمش هيستخدمه في مباراه الهلال فبنتكلم على اربع عناصر قد تكون متاحه لمباراه الرابطه والفريق بالكامل في 21 سنه والقضيه كمان من سيقود حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمك فيها قرار كولر الا لو عدل عن قرار قرار كولر انه لن يقود هذا الفريق في كاس الرابطه ايا كان العناصر الموجوده. رايك ايه بقى في اللي بيحصل ده كله؟ <applause> آه يعني السرد بتاع جمال جيمي رخص فيه القصه رايحه ازاي كاداره بتفكر يا كريم وك والتضارب مع ده فنيا. <مم> برضه الكواليس اللي جايه لنا فعلا ان كل الرافض المشاركه في كاس الرابطه. انت هنا ما بين في في تصادم ما بين حاجتين ما بين آآ آآ تفكير النادي الاهلي وعقليه جمهور النادي الاهلي ان اي بطوله كنادي اهلي انا بخش نفس عليها وده حق مشروع النادي الاهلي عودنا عليه خلال 100 وشويه سنه في نفس الوقت ما بين راجل انت بتطلب منه انه ينافس على كل البطولات وهو يعلم جيدا هو اللي بيقود السفينه ويعلم جيدا ان قدرات اللعيبه ايه ومستواهم البدني ايه وده ممكن يعني اللي انت بتطلبه مني ده امشي معاك في الطريق ده يحصل يؤدي لكارثه ولا يؤدي الى إيه ان انا فعلا اه الدنيا جميله وهنشارك لعيبه كتيرة و... ممكن اقطعك في حاجه؟ اتفضل حاجه بقى ليها علاقه بال... بالفلوس اللي بتخش النادي الاهلي بالحته بال... بال... الماليه مم. دلوقتي مارسيل كولر رفض المشاركه في البطوله العربيه رفض المشاركه في كاس الرابطه في الحالتين مجلس اداره النادي الاهلي او لجنه الكوره او لجنه التخطيط هيعملوا اللي هو عايزه هل انت شايف انه ده طريق سليم؟ ولا زي ما بيحصل مثلا في اوروبا انت ممكن تلعب بفريق تاني وتالت يعني مثلا احنا ممكن نشوف ليفربول مثلا بينافس على دوري الابطال فيخش كاس الرابطه او ماتش في كاس الرابطه المحترفين او كاس الاتحاد الانجليزي بالفرقه الثانيه بس نفس المدرب و و و ويكمل كل البطولات وممكن ياخد منهم واحده او اتنين زي ما ليفربول مثلا خد منهم الاثنين السنه اللي فاتت وهو بينافس على دوري الابطال وبينافس على الدوري الانجليزي انت مع فكره الابتعاد تماما ولا المشاركه حتى لو بمشاركه آه بلعيبه ما بتلعبش اساسيين على سؤالك يا كريم معيار ده اللي انا عندي الادوات اللي عندي اللي انت بتقوله هو في لغه الكوره طبعا هو المنطقي جدا ان انا افتكر في التسعينات كنا الكنادي بيلعب بثلاث فرق في ثلاث بطولات مختلفه فرقه بتلعب في افريقيا فرقة بتلعب في الدوري فرقه بتلعب في البطوله العربيه ده كنا متعودين على ده في النادي الاهلي لكن كريم المعيار انه انا بعتقد النادي الاهلي يمكن يختلف معاه كتير في ده حتى الان ما عندوش رفاهيه الاختيار حتى القوام الاساسي النادي الاهلي لعيبه على مدار خمس ست مواسم مستهلكه جدا أنا مش بتكلم على لعيبه بتشارك ولا كريم بتكلم على مفتاح لعب او عنصر او واحد يمكن من كباتن بتكلم على لعيب زي علي معلول اهم مفتاح لعب النادي الاهلي مستهلك بشده لو انت عايز يطلع منك ويبقى حاسم في الماتشات اللي بتحتاجه فيها زي المباراه الاخيره او في مباراه صعود في دوري ابطال او محتاجه في حسم دوري او محتاجه في حسم كاس لازم يكون واخد الموسم بتاعه كمان مع تلاحم المواسم انت بتحاول تنقذ الموسم صح. سواء ككره مصريه ككل او كنادي اهلي بالاخص معاك في حته انه لو كان الاهلي يملك رفاهيه الاختيار وكان عنده عدد من اللعيبه يقدروا يشاركوا في اكتر من كان عمل ده ونفتكر انه مع موسيماني الاهلي كان فعلا بيشارك في كاس الرابطه هي كمان انا ببص الناحيه انا بتكلم عن النادي بقى صح. على مستوى مجلس الاداره دي موارد ماليه كلها بأ... انت بتستغنى عنها اه انا فاهم ان انت برضه لازم تحافظ على الفرقه وفي بطولات اهم تكسبها زي دوري ابطال افريقيا وزي الدوري وزي كاس مصر طبعا بس بمنظور مجلس الاداره اللي هو مش منظور فني خالص عشان الناس وهي بتتفرج عليا ما ليش انت مش معاك الاهلي يكسب ولا يخسر لا لا انا بتكلم اكيد مجلس الاداره بيبقى بيفكر في اي مورد مالي طبعاً. احاول اكسبه طبعا التعارض فيما بين الدعم والدواخل طبعا النادي الاهلي من حقه ك ك كليبل وكبراند وكاسم انه يشارك في كل البطولات و و وده ما هي هيعود عليه كجمهور نادي اهلي وكمان لمداخل مداخل لاداره النادي اللي هتساعد النادي الاهلي محتاج بقى يعمل السوق النوعي ده اللي فيه كل المراكز واللي تقدر انت تبقى قاعد حاطط رجل على رجل كمجلس اداره كجهاز ثاني تقول اه انا شارك في كل البطولات وعارف العناصر تشارك في كل البطولات هدعم هنا في الشباب هدعم هنا باللعيبه اللي ما تلعبش اللعيبه اللي في الريزيرف اللي بتطلع بره القايمه زي ما كان جيمي بيقول لكن الاهلي ما عندوش ده الاهلي محتاج حتى الان وانا بتكلم على متصدر الدوري بتكلم على فريق عنده مباراه حاسمه وقادر يصعد دوري الابطال بتكلم وانا عارف انا بقول ايه ان الاهلي محتاج دعم في مراكز كثيره جدا مراكز حيويه جدا اه عنده لعيبه خبرات كبيره عنده قوام لكن النادي الاهلي مستنزف جدا فبالتالي بشوف انه في اللحظه دي يرد على سؤالك يا كريم طبعا شفنا ده في اوروبا وشفنا ان كان كلوب بيعمل ده السنه اللي فاتت مع ليفربول هو وهو كمان مش بيلعب على انها بطوله مش عايز ياخدها كان بيدفع على الكودرابل على الاربع بطولات بالزبط. وكان بيلاعب عناصر شابه وعناصر صغيره في الـ في الاف اي كاب وفي كاس الكرباو وخد البطولتين صح. لكن النادي الاهلي ما عندوش رفاهية ده خالص يا كريم فالتعارض ما بين طموح الاداره في التوسع الاقتصادي ما بين كمان انه على حساب الفريق كله يعلم والاداره اولهم طبعا ان اللعيبه محتاجين في تدعيمات كثيرة جدا ده فيما يخص النادي الاهلي يعني فيما يخص نادي الزمالك ماذا يدور في نادي الزمالك في هذه اللحظه هل يبقى فريره ام يرحل فريره طيب في ثلاث وجهات نظر داخل مجلس اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي وجهه نظر بيتبناها اعضاء مجلس الاداره الا وهي الرحيل رحيل فريرا وقدوم قدوم مدير فني اجنبي مدي، قدوم مدير فني اجنبي ده مجموعه من اعضاء مجلس الاداره ماشي اثنين في اتجاه بيقوده امير مرتضى منصور رشح احمد حسام ميدو انه يكون المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفتره القادمه نهايه الموسم حتى نهايه الموسم مع رحيل فريرة او او اذا لم يتم الموافقه ده راي اللي هو متبنيه او إذا لم يتم الموافقة على أحمد حسام ميدو يبقى فيرير يبقى فيرير رغم إن كل التكونات راحت ناحية إنه خلاص فيرير رحل أسامة نبيل طيب. مثلاً أه لأن أسامة نبيل تقدم باستقالته المرة الثانية في أقل من شهر ونص الاتجاه التالت واللي بيقودوا مجموعة من الضمائر الإدارة بناء على كلامهم إنه ده رأي رئيس نادي الزمالك من خلف الكواليس يعني إنه قدوم خالد جلال لقيادة فريق نادي الزمالك خلال الفتره القادمه دول الثلاث اراء والثلاث جبهات اللي موجودين حتى يعني هذه اللحظه يا اما كابتن خالد جلالي يا اما احمد حسام ميدو يا اما مدرب اجنبي يا اما بقاء فريرة, فريرة. اربع احتمالات اربع احتمالات ف... فالامور حتى هذه اللحظه لم تتكشف أوه. لكن يبقى اضعفهم هو بقاء فريرة اضعف احتمال فيهم هو بقاء انت, فريرة. أنت مع بقاء فريرة ولا رحيله أه ارد عليك السؤال بحاجه بسيطه أوه. أه جمال قسم السيناريوهات احنا ممكن نقول اضلاع كمان يا كريم مش واضحه عند نادي الزمالك يعني اضلاع الكوره ما بين اداره وجهاز فني ولاعيبه فريرا نفسه بيتكلم على جيمي بيقول على اسامه نبيه استقال مارتن شر نفسه مدير الفني رجل اول في القياده الفنيه راح ورجع وبعدين لما رجع ما فهمناش يعني لما كان موجود شفنا جماهير الزمالك عامله له اكبر بانر في وكان يعني بطل الابطال في نظر جمهور نادي الزمالك ويستحق ده لكن لما رجع لما مساله رجوعه كانت غريبه جدا ظهر لبعض جماهير نادي الزمالك باستياء انه على على دكه البدلاء لا تعنيه النتيجه في اوقات بيبقى الفريق خسران واحد واتنين صفر وفيه هزار على الخط وده شيء غريب جدا على شخصيه فريره اللي يعني بيعشق جماهير نادي الزمالك وحقق نادي الزمالك حاجات كتيره جدا فالاضلاع فيها مشكله ما بين تضارب الاداره عايزه ايه ما بين الفريق اللي ملامح الموسم مش باينه انا ما بين ان انا طب انا رجعت فريره عشان لسه عندي نسبه 10 20% في الصعود تلاشت, تلاشت النسبه دي تماما بخساره بلوزداد فانا مش بنفس على دوري الابطال الدوري الاهلي بيبتعد بيه طب انا لسه عندي مسابقه يعني الموضوع متداخل جدا الأربع سيناريوهات اللي جيمي قالها برضو ترجع ليه ان يكون في قرار واضح من الإدارة حتى في الـ في, الـ في الاحتمالات اللي بيقولها جيمي في تضارب في, في 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 قرارات الأعضاء مجلس الإدارة نفسها فبالتالي يعني الضحية في القصة دي نادي يعني فريق الكرة بنادي الزمالك أنه حتى اللعيبة مش هتبقى عارفة الدافع إيه دلوقتي في الموسم أنا هكمل الموسم بلعب على إيه؟ التوجه فين؟ م. انا بشكرك شكرا جزيلا اسر كالعاده مميز وكالعاده ربنا يخليك ربنا يخليك حظك وحش الحمد <applause> لله بردك جميل حبيبي شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على. خير